بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لبلدي العظيمة. بكل فخر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه دعوة للعالم، وجاءت دول العالم والمنظمات الدولية إلى مصر النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، احتضنت هذه القمة، قمة القاهرة للسلام، مشاركة دولية عربية إقليمية كبيرة للغاية في وقت قياسي في وقت صعب، نتج تطورات تفاصيل كثيرة حصلت. وخلينا أقول لحضراتكم كواليس مهمة قبل ندخل على اللي جرى، لكن كواليس اللي حصل كان المفترض يكون فيه بيان في عدة نقاط عقب انتهاء أعمال قمة القاهرة للسلام. بداية ليس هناك أي مشكلة مع أحد، الناس العمالين روجوا أمير قطر مشي ومشي زعلان، غير صحيح غير صحيح. أمير قطر من القادة الذين شاركوا بمنتهى القوة وفد قطر استمر لآخر لحظة، كانش هناك أي مشكلة، أمير قطر مشي، وده طبيعي بيحصل في خلاص الجلسة الأولى في وقت معين بيتم الاستئذان، وكانش أي مشكلة خالص إنه أمير قطر طلب لا، كل الكلام ما يروج له في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير حقيقي. مشاركة قطر مشاركة قوية، وأمير قطر لبى الدعوة وشارك بنفسه ثم غادر بعد ذلك، وترك رئيس مجلس وزراء شيخ محمد التاني يدير أو يتولى رئاسة وفد قطر. ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق، بس دي نقطة في البداية. يعني إيه اللي حصل في كواليس القمة؟ جلسة افتتاحية اللي حضرتكوا تابعتوها على الهوا، كلمات مصر، الدول العربية أوروبية أمريكية، كل يعني اللي اتكلم يعني كله، هنشرح تفاصيل، ولكن خلينا نروح لجزء المهم. في جلسة مغلقة بعدها كان مفترض يتخلص الجلسة المغلقة ثم بيان ختامي. جلسة مغلقة خلصوا القمة، لأنه حصل في الجلسة المغلقة اللي هقول لحضراتكم عليه ده، هناك تباين كبير ما بين الرؤية العربية والرؤية الغربية. العالم العربي في كف، وهنا العالم الغربي أيضا كف التانية، الاتنين دول في نقطتين ما تقابلوش فيهم، نقطتين هقول لكم عليهم لم يلتقيا في هاتين النقطتين، هناك خلاف شديد في النقطتين دول، ولكن في إيجابيات وهناك توافق شديد في نقطتين أو ثلاثة كمان. الافتراق ما بين الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية افتراق كبير للغاية. في إيه؟ الغرب وأمريكا عايزين يظهروا بشكل واضح الالتزام الكامل بدعم الكيان الصهيوني، واضح بدعم مطلق، طلبوا بيان انه، ودي نقطة الخلاف الأولى، النقطة الأساسية في الخلاف، طلبوا انه إدانة أعمال حماس. الدول العربية وإفريقيا رفضوا هذا الأمر. يبقى أول نقطة خلاف مع أمريكا والغرب إدانة حماس، الدول العربية كلها إجماع كامل رفضوا إدانة حماس، النقطة الأولى اللي فيها خلاف شديد جدا وهيفضل الخلاف ده. النقطة الثانية اللي فيها خلاف شديد جدا وهيفضل، إنهم كانوا عايزين أمريكا وأوروبا عايزين وصف حماس كحركة إرهابية، الدول العربية ومعانا إفريقيا
رفضوا أيضا إدانة أعمال حماس كأعمال إرهابية. ليه؟ القانون الدولي هنا بيتكلم على أعمال مقاومة في احتلال في أرض محتلة، فارق ما بين الأرض محتلة يقاوم وما بين حد آخر ارتكب عمليات أخرى ما عندوش احتلال، وبالتالي ده لها توصيف ودي لها توصيف. ولكن الدول العربية رفضت تماما المطلب الأمريكي الغربي، إدانة حماس والأعمال اللي حصلت يوم 7 أكتوبر كإدانة لحركة حماس، وأيضا وصف حماس كحركة أو منظمة إرهابية. دول نقطتين في فراق، وأنا بقول لكم المعنى الدقيق، فراق ما بين الدول العربية كلها ومعانا الاتحاد الإفريقي، وبين الولايات المتحدة الأمريكية ومعاها الاتحاد الأوروبي بالكامل. مفيش التقاء في النقطتين دول. الدول الأوروبية أصرت والدول العربية رفضت بإصرار أيضا. يعني مصر ومعاها الأشقاء العرب كلهم رفضوا تماما، وأوروبا معاها أمريكا رفضوا، يعني أصروا تماما على هذه الجزئية. وبالتالي لم يحدث أي التقاء ولا أي توافق حوالين النقطتين دول. طيب، في أمر إيجابي مهم، وده يمكن المؤتمر ده أيضا أكده وأشار له وكان واضحا، وكان أهمية إنه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو لهذه القمة في هذا التوقيت المهم جدا، وتأتي دول العالم إلى مصر وتحتضن العاصمة هذا الاجتماع المهم من العالم كله موجودين عندك مع منظمات الإقليمية والعربية والدولية تبقى موجودة. يعني عندك الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بغيط، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فيقي، رئيس اتحاد مجلس شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، الأربع منظمات الدولية حاضرين ومشاركين. لما حضرتك تشوف اللي قدامك ده تتأكد قد إيه مصر نجحت هذه الدعوة الكبيرة. نتكلم على الدول اللي كانت موجودة واللي حضرت واللي شاركت النهاردة، نتكلم على الأردن، نتكلم على البحرين، فلسطين، قطر، جنوب أفريقيا، موريتانيا، ليبيا، الإمارات، قبرص، الكويت، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، العراق، سلطنة عمان، الأمم المتحدة، المغرب، المملكة العربية السعودية، جزر قمر، كندا، ألمانيا، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، تركيا، اليابان، النرويج، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الصين، روسيا. من ميزة هذا الاجتماع، من مميزاته، مميزاته كتيرة جدا بالمناسبة، جدا، إن جمعت مين؟ روسيا والصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي كله اللي هم بيعملين يعني حرب وشغالين مع بعض، ولكن مصر نجحت انهم يبقوا قاعدين في قاعة واحدة وجنب بعض وموجودين. الوفد الصيني موجود، الوفد الروسي موجود، بيجدانوف اللي هو ممثل الرئيس بوتين، والولايات المتحدة موجود ليهم ممثل، والاتحاد الأوروبي زي ما حضراتكم شفتوا كدول وزراء خارجية ورؤساء وزارات وحكومات موجودين وغيرهم. وبالتالي انك نجحت انت كدولة تدي ايضا رسالة مهمة، معركة الدبلوماسية المصرية. وعايز اقول لحضراتكم نجاح شديد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر بتشتغل بالسياسة الرشيدة ودبلوماسية رشيدة وحنكة سياسية رشيدة، انك تدعو لهذا المؤتمر ويأتي كل القادة والزعماء ورؤساء الحكومات ووزراء خارجية من مختلف دول العالم عندك هنا في مصر في العاصمة في هذا التوقيت، وان يبقى موجودين ونصل في الاخر الى في تطورات وفي امور ايجابية. ايه الامور الايجابية اللي ممكن نقدر نتكلم عليها؟ تقدر تتكلم على اتفاق، نتكلم عليه كاتفاق. من الحاجات الإيجابية النهاردة إنه جميع الدول تحدثت عن حل الدولتين، يبقى هنا احنا قدام أيضا تحرك إيجابي نقدر نبني على ده. يعني القمة ومن بعد القمة، لأنه بعد القمة هيبقى فيه تداعيات مهمة جدا، نبني على الجزء ده اللي عاملين نشتغل عليه سنوات. ولكن دلوقتي حان الوقت أيضا حديث العالم النهاردة على حل الدولتين، كل الكلمات بتركز على ده. طب النقطة التانية ايه ايجابية؟
فتح الطرق الآمنة لنقل المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة. يبقى هنا كمان كله بيتكلم على الطرق الآمنة لنقل المساعدات. يبقى أنت عندك النهاردة بندين مهمين هنبني عليهم ونشتغل عليهم. دول ما فهمش خلاف على الإطلاق، هناك اتفاق كبير جدا بين كل الدول العربية الأوروبية مع أمريكا مع كل المنظمات على المسألة الخاصة بحل الدولتين، لأن هو ده الأساس. لو في دولة فلسطينية مستقلة على الحدود 4 يونيو 67 ما كانش هيبقى فيه مشكلة، خلاص دولة وعنده دولة وعنده بلد، ولا هيبقى فيه خلاص انت عندك دولتك فخلاص ما بقتش بقى عندك دولة خلاص وعندك دولة أخرى، فالاتنين عايشين مع بعض في أمن وسلام. يبقى هنا الطريق إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين يكون في حل للدولتين تم التركيز عليه. كلمة مصر وكلمة كل الناس اللي اتكلموا النهاردة، كل الضيوف اللي اتكلموا النهاردة أكدوا على ده. النقطة الثانية الممرات الآمنة لنقل المساعدات من عندنا معبر رفح المصري إلى داخل الأراضي الفلسطينية لأشقائنا في قطاع غزة. يبقى هناك اتفاق. في نقطة مهمة خافية على الجميع، ودي وجدت معارضة شديدة، ودي كانت أول مطلب عربي أممي إفريقي جامعة عربية. إيه هو؟ وقف إطلاق النار. هناك مطلب عربي سرعة وقف إطلاق النار. ده النقطة الثالثة اللي كانت نقطة خلافية شديدة. وحضرتك كمشاهد وأنا بقول لحضرتك اللي حصل تبقى شايف، هو في حد ضد وقف إطلاق النار؟ أيوه، ظهر بمنتهى القوة إنه في 4 دول تبنوا هذا الأمر. مين هم؟ الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا. الـ4 دول ضد وقف إطلاق النار، لم يتحدثوا عن وقف إطلاق النار، ما عندهمش رغبة لوقف إطلاق النار. ليه؟ هم بيدعموا الكيان الصهيوني، بيدعموه لآخر نفس. دول 3 نقاط المهمين اللي هم تسببوا انه ما يبقاش عندك الترتيب الخاص ببيان، وبالتالي مصر طلعت بيان بعد كده هكلم حضراتكم عليه. كان مفترض البيان الختامي. يبقى النقطة الأولى انه الجميع رفض إدانة حماس، الجميع رفض كعرب دول عربية، الجميع رفض انه وصف الأعمال المقاومة بأعمال إرهابية، ما ينفعش أبدا حد يوصفها أبدا لأن هي أعمال مقاومة طبقا للقانون الدولي. الأمر الثالث والنقطة المهمة الثالثة مسألة وقف إطلاق النار. إحنا طلبنا، والجامعة الأمين العام، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الجميع تحدث في مسألة وقف إطلاق النار ما عدا الجانب الأوروبي وتحديدا الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، اللي هم مع يعني استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. دي النقاط الخلافية اللي حصلت النهاردة، والنقاط هي نقاط مهمة. ودايما حتى تبقى حاطط قدامك الحكايه دي. اللي عاجبني في المشاهد وفي اللي عاجبني النهارده انه كدوله قدرت تعمل هذا الامر، والنهارده هذا التجاوب الكبير والدعم الكبير والزخم الدولي العالمي الكبير اللي احنا بنشوفه النهارده، ونبقى شايفين بشكل واضح انه مثلا الدول العربيه رفضت كمان نقطه مهمه جدا. نقطه مهمه جدا. الدول العربية رفضت مطلب أوروبي أمريكي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، حق المطلق. الدول العربية رفضت تماما، ومعانا الاتحاد الإفريقي رفضوا تماما، والجامعة طبعا العربية مؤكد طبعا ده موقف عربي واحد رفض هذا الأمر. الأوروبيين والأمريكان عايزين إن إسرائيل يطلع بيان من هنا يدي إسرائيل حق الدفاع المطلق عن في أي وقت وفي أي وقت. دول العربية قالوا لا، مفيش بيان هيطلع كده. ودي كانت أيضا من نقاط الخلاف المهمة واللي تم التشديد إنها لن يكون هذا الأمر. ليه؟
القانون الدولي بيضع حدود للدفاع عن النفس. انت النهارده انت طيب، ما انت عايز تعمل ايه؟ يعني كدولة احتلال خلاص، طب انتوا بتساعدوا الاحتلال، طب ما يلا تعملوا الدولة الفلسطينية ويبقى دولة ودولة ودولتين جنب بعض. لكن مسألة ان انت تقول لاسرائيل لها حق، وتابعتوا اكيد الكلمات، ولكن ده كمان حصل في الجلسة المغلقة بعيد عن الكلمات، يعني انه اصرار على يبقى في البيان بند واضح ان اسرائيل لها حق دفاع عن حق المطلق في الدفاع عن نفسه. لا، ده ضد حتى معايير القانون، ضد معايير القانون الدولي، وما كانش ابدا يطلع من مصر ولا من اي دوله عربيه هذا الامر على الاطلاق ابدا. عشان كده كل التحيه لكل القاده والزعماء العرب الذين يحافظوا على القضيه الفلسطينيه ويدافعوا عن الشعب الفلسطيني ويدافعوا عن المقاومه الفلسطينيه. كل الحضور النهارده دافع عن المقاومه الفلسطينيه، محدش يضحك عليك. انا بقول لك اللي حصل اللي محدش يعرفه. انا بقول لك اللي جوه دفعوا ورفضوا ادانه المقاومه الفلسطينيه. العالم العربي كله معانا، الاتحاد الافريقي كانوا مع بعض صف واحد. كلمه العرب النهارده مهمه جدا، توافق عربي كبير، تنسيق عربي كبير، دعم عربي كبير، وحدة موقف عربي متميز للغاية، وموقف داعم للشعب الفلسطيني بالكامل، وداعم أيضا أن أنت لك حق المقاومة المشروعة طالما هناك محتل يحتل أراضيك. القانون الدولي بيديك هذا الحق، والعالم العربي النهارده قدام الكل. خلي بالكوا ميزه هذه القمه النهارده، تقدر تعرف رغم انت عارف، بس لا كمان يبقى على المكشوف. يبقى النهارده في القاعه كده وكله عمال يقول وكله عمال يتكلم وكله عمال يوضح، يبقى معروف كمان المواقف، المواقف الواضحه. المواقف العربيه تاني داعمه بقوه في وحده عربيه كامله، ليس هناك على الإطلاق أي خلاف حصل بين الدول العربية مع بعضها البعض أبدا، ولا حد كان متضايق أبدا، بالعكس الدول العربية كلهم منسقين مع بعض. وعلى فكرة في الجلسة المغلقة في دول ما اتكلمتش في الجلسة المفتوحة أو المعلنة أو العلنية، اتكلمت الصين واتكلمت روسيا في الجلسة المغلقة، وروسيا والصين الاثنين داعمين جدا للموقف العربي. روسيا والصين داعمين للموقف العربي بمنتهى القوة. خلينا نروح لسيادة المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. أولا مساء الخير على حضرتك. أهلا، مساء النور. قمة للسلام، قمة ناجحة، مشاركة كبيرة جدا، عربية إقليمية دولية، منظمات مختلفة ما بين جامعة عربية، أمم متحدة، مجلس أوروبي، أفريقيا، الاتحاد الإفريقي. ماذا عن هذا اليوم وكيف سار هذا اليوم ووصلنا لبيان اللي صادر عن الرئاسة واللي صادر عن رئاسة الجمهورية؟ صحيح، في الحقيقة بالطبع هو كان يعني جهد كبير جدا من الرئاسة المصرية من سيد الرئيس منذ بداية المبادرة منذ أيام قليلة جدا، وهذا يعني ممكن أن نقول عنه بثقة أنه من النادر في العلاقات الدولية وفي أوقات الأزمات أن يدعى إلى قمة بهذا الحجم. ليست قمة مصغرة تضم ثلاث أو أربع أو خمس دول، ولكن قمة شارك بها حوالي أكثر من 30 أو 35 دولة ومنظمة، وعلى مستويات رفيعة من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات وأمين عام للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. الحضور بيعكس بالتأكيد بيعكس المكانة اللي تتمتع بها مصر، بيعكس المكانة اللي بيتمتع بها السيد الرئيس والمصداقية التي لديه، وبيعكس أيضا مدى الانشغال والقلق من الأزمة الراهنة. ربما لو وصلنا لما جرى اليوم، ربما كانت الأمور كاشفة، دعم عربي للشعب الفلسطيني، وهناك أيضا أوروبا دعم لإسرائيل. حصل التباين اللي حصل ده، يعني قدرنا إزاي نخرج منه؟
يعني خليني اقول لحضرتك في الـ في الـ في الـ في العلاقات والسياسه بين العلاقات بين الدول والسياسه الدوليه ليس هناك تطابق دائما في وجهات النظر، خصوصا عندما تكون هناك ازمات مشتعله. نعم. الازمه الحاليه مصر كان الهدف، القمه التي عقدت اليوم هدف مصر منها الاساسي كان حشد التوافق في المجتمع الدولي. هل يعني حشد التوافق اننا نصل الى مواقف متطابقه؟ لا، قولا واحدا لا. اذا ماذا كان المقصود؟ المقصود هو زياده مساحات التفاهم والموقف المشترك بين الجميع. نعم. هذا لا يعني اطلاقا ان احنا يجب ان نخرج ببيان مشترك او باعلام مشترك او باي مخرج، لان في النهايه يعني مجلس الامن نفسه فشل بخروج باي مخرج حتى الان باي قرار. نعم. فهذا لا يعد معيار للحكم على القمه على الاطلاق. المعيار الاساسي هو ماذا كانت نقطه التوافق وماذا كانت نقاط الاختلاف. وانا دعني اؤكد بحضرتك وللسادة المشاهدين أن كان هناك العديد من نقاط التوافق حتى بين الدول التي أشرت حضرتك لها في المقدمة دلوقتي. نعم. يعني بمعنى ماذا؟ هناك توافق حول الوضع الإنساني. كويس. لا يوجد اختلاف على الإطلاق حول ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام وفقا للاتفاق الذي تم وكان يعني صاحب المبادرة إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي جو بايدن وباشراف الامم المتحده. هناك توافق عالمي واسع حول ان هذه الاليه يجب ان تستمر وان يجب ان يكون هناك دخول للمساعدات. نقطه ثانيه مهمه جدا وهي القانون الدولي واحترام القانون الدولي. نعم. وحمايه المدنيين. نعم. كان هناك توافق يمكن رصده في بيانات جميع الدول التي القيت اليوم. نعم. ايضا حل الدولتين. أيوة. لا يوجد دوله في العالم مختلفه حول حل الدولتين حتى الان الجميع ينادي بذلك. اذا مصر نجحت كويس في ان هي تبرز نقاط الاتفاق بحيث يمكن البناء عليها. نعم. نقاط الاختلاف هي وخلينا نكون صرحاء يعني لا شيء يعني مختفي في هذه الايام والجميع يعلم كل شيء، هو اولا مستوى الادانه. هناك من يريد ادانه طرف واحد فقط وعمل واحد تم في يوم معين وكأن السردية أو الرواية بدأت منذ هذا اليوم، وهناك من يريد التوازن وهناك من يريد على الجانب الآخر. إذا مستوى الإدانة ندين من وإلى أي مدى؟ وأيضا وقف إطلاق النار. هناك لا يوجد هناك، وده كان واضح في مجلس الأمن أيضا ليس في قمة القاهرة فقط. أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول وقف اطلاق النار. هناك دول مثل مصر ومثل دول كثيره جدا تطالب بوقف فوري لاطلاق النار. صح. بتهدئه بخفض للتصعيد، وهناك دول تقول تتحدث عن حق الدفاع عن النفس وعن، ولكن هناك نقاط اتفاق هناك نقاط اختلاف. القمه نجحت بكل تاكيد في ان هي تحشد عدد كبير، يعني جميع الدول موجوده. نعم. الدول الاعضاء الخمسه الاعضاء الدائمين في مجلس الامن موجودين. نعم. الاتحاد الاوروبي ممثلا في رئيس المجلس الاوروبي وجوزيف بوريل منسق السياسه الاعلى للشؤون الخارجيه والامنيه. نعم. موجود. نعم. الاتحاد الافريقي. نعم. الجامعه العربيه. نعم. رؤساء وزراء اسبانيا وايطاليا وزراء خارجيه المانيا وفرنسا طبعا، وقبل كل ذلك ملوك ورؤساء على العديد. صحيح. من الدول العربيه الشقيقه. كويس. سعاده المستشار احمد، ربما هناك أيضا اتفاق على مسألة تهجير الشعب الفلسطيني، كله يرفض هذه الفكرة وبالتالي دعم أيضا لموقف مصر والأردن في نفس التوقيت. يعني علشان أكون واضح جدا مع حضرتك، مصر أشهدت العالم اليوم على موقفها في هذا الشأن. هذه القمة مصر أشهدت فيها العالم على موقفها الواضح، والسيد الرئيس قال بعبارات واضحة وكما قال سيادته بلسان مبين بأن هذه إرادة الشعب المصري فردا فردا. أولا لن تحدث تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادي. هذا أولا. كويس. ثانيا في كل الأحوال لن تحدث تصفية للقضية الفلسطينية على حساب مصر. وقال أن حل مشكلة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية هو العدل والدولة الفلسطينية وليس التهجير. وهذا قيل أمام العالم كله في أعلى مستوى حضور وأعلى مستوى متابعة واهتمام بحدث دولي غير مسبوق في هذه الأزمة. يعني هذه الأزمة منذ بدأت كما تلاحظ لم صح. لم يعقد حدث دولي واحد له شأن. هو ده. مصر أشهدت العالم اليوم على موقفها بشأن موضوع التهجير القسري، بشأن موضوع النزوح، بشأن موضوع الترانسفير ما كان يطلق عليه الترانسفير أو نقل الفلسطينيين والقطاع إلى سيناء مكان آخر
وقال السيد الرئيس بوضوح موقف مصر والشعب المصري القاطع، وهو هذا لن يحدث. طيب فيما يتعلق بالمساعدات، والنهارده يعني مصر اللي عملته على مدار الايام الماضيه وسياده الرئيس اتصالات ولقاءات واجتماعات سواء هنا او اتصالات مع مختلف دول العالم بما فيها امريكا، فرنسا، استقبالات لبريطانيا وغيرهم والمانيا، ماذا عن هذا الامر ودخول اول دفعه مساعدات اليوم 20 شاحنه، ماذا على الايام التاليه؟ هناك تقدير كبير وواسع جدا جدا لدور مصر، يعني يعني العبارات لن تستطيع ان تصف حجم التقدير وحجم الامتنان وحجم الاحترام لهذا الدور، ليس فقط لان مصر تخرج المساعدات لا، ولكن لان مصر منذ اليوم الاول حددت نقطه لاستقبال جميع انواع المساعدات من جميع دول العالم. هذا وضع يعني هذا امر بادرت به مصر وقالت ان مطار العريش هو نقطه استقبال، ومن يريد ان يرسل مساعدات لاهل غزه فليتفضل ونحن لها سنتصدى لترتيب وتنسيق ثم العمل من خلال مفاوضات ومشاورات مبنيه مع دول العالم جميعا على ادخال هذه المساعدات. نحن متفقون وراغبون ومستعدون ونعمل على ان يكون فتح المعبر، وهذا هو التوافق الذي تم مستدام ويتم بشكل دائم بالآليات الموجودة وبإشراف الأمم المتحدة والأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني لكي يتم إدخال المساعدات للمدنيين في غزة. يعني احنا دلوقتي منتظرين باقي الشاحنات اللي واقفه بره معبر رفح عندنا، هتدخل ان شاء الله خلال الايام الجايه طبقا للآلية اللي هي متفق عليها ان شاء الله. طيب سياده المستشار، ربما لمواقع التواصل الاجتماعي، وانا عايز حضرتك ترد لي على الجزء ده، يعني وحضرتك موجود النهارده وفي الاجتماعات، مغادره الشيخ تميم الجلسه اثناء الكلمات، هل في اي مشكله ولا ده امر طبيعي؟ لا خالص اطلاقا، الشيخ سمو الشيخ تميم امير دوله قطر حضر وشارك في القمه، وهناك ارتباطات وترتيبات ولا يوجد اي شيء على الاطلاق، بالعكس. كان مشاركه كبيره. بالتأكيد بالتأكيد مشاركة رئيس الدولة، يعني هيد اوف ستيت وأمير الدولة طبعا. أشكرك شكرا جزيلا مستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بشكرك. يبقى زي ما حضراتكم سمعتوا كده مستشار أحمد فهمي قال لحضراتكم وموضوع أو بعض الناس اللي عمالة ترغي، ما خلي بالك هو لما بيلاقي عندك نجاح وقمة ناجحة وعندك العالم كله قدرت تعمل كده، أكبر قمة اتعملت من أيام ما حصل يعني العدوان الصهيوني على غزه وعلى الشعب الفلسطيني من يوم 7 اكتوبر للنهارده، ما حدش عمل قمه، ما حدش اجتمع كده اصلا. فانت بتعمل كده، هذه القمه الناجحه، فلازم ايه يعمل لك حاجه في النص كده عشان يحاول يبوظ الموضوع. لا، قلت لحضراتكم من شويه المستشار احمد فهمي شخصيا المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه قال لك ابدا فيش اي شيء. شاركه قطر وشيخ تميم امير قطر مشاركه ولم يحدث هناك اي مشاكل على الاطلاق. مفيش حاجة، محاولات بس ايه اسحب اللي كذا ده لا مفيش والله والله اللي انا كنت بقولها لكم، وانا مش هقول حاجة اللي انا متأكد منها زي ما انتم متعودين مننا يعني، وكله قلناه زي ما حضرتك سمعتوه من متحدث باسم رئاسة الجمهورية. اتفاق ايه اختلاف ايه، ولكن في الاخر انت نجحت جدا، جماعة العالم عندك جدا، مجلس الامن على فكرة عمل جلسة واتنين وجلسه ثلاث جلسات ولا خد اي شيء، مجلس الامن الدولي هناك خلافات شديده في مجلس الامن، ولكن تاني انه العالم موجود عندك والعالم يتجاوب معاك ويجي لك هنا في القاهره ويشاركوا في هذا اليوم، يبقى كلمات لقاءات جانبيه استعراض لكلمات مشاركه بنبني على ده، بيبقى عندك تنسيق وتوافق على مساله حل الدولتين مرة أخرى بنتكلم، مسألة الوضع الإنساني وقانون الدولي الإنساني، مسألة حماية المدنيين، مسألة التنسيق فيما يتعلق بالتحرك المصري الكبير، وطبعا النهاردة كلها كلمات شديدة الأهمية، كل الكلمات النهاردة شديدة، كله يعني بيوضح ويظهر الحقائق لأنه صوت العالم زي ما قال سيادة المستشار أحمد فهمي دلوقتي، أنك العالم كل النهاردة أصبح شاهدا على المواقف. أنت بتقول العالم النهاردة، العالم الألمان طبعا مش عايز أقول لكم، ولكن تركيا موقفهم كان جيد طبعا، الألمان مش عايز أقول لحضراتكم، البرازيل يعني ماسك شوية هنا وشوية هنا زي موقفهم في مجلس الأمن بالظبط، هو خلي بالك اللي هنا في مجلس الأمن، كندا طبعا
يعني ايضا مع الموقف الغربي شويتين طبعا كتير يعني. طبعا فرنسا حدث ولا حرج الدعم الكامل طبعا لنتنياهو بشكل واضح يعني مفيهوش لبس. المانيا نفس الحكايه، هنا طبعا المانيا كانت بتتكلم على لازم ادانه حماس ولازم العالم العربي يعمل ايه، ولكن العراق كان هناك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ليه كلمه قويه جدا، النرويج وزير الخارجيه ايضا موقفه كويس قوي وكلمته كانت كويسه، وهسمعها هخليكم تشوفوا معانا الكلمات بعد شويه. فكان هناك تقدر تتابع المملكه المتحده وزير الخارجيه البريطاني ايضا يعني، هو حتى لما عزل الاثنين ورئيس وزراء اسبانيا وهو رئيس الاتحاد الاوروبي حاليا الشهر ده اسبانيا، وطبعا اليونان ايضا ليه كلمه، هم بيتكلموا. وطبعا كلمه مجرين اتكلمت يعني ميلوني اتكلمت على يعني ايطاليا برضو على حماس ودوله جنوب افريقيا رامافوزا وكان موقفه كويس جدا بصراحه. طبعا موريتانيا ايضا زي ما بقول لكم الدول العربيه يعني احنا نتكلم على موقف موحد مع رئيس قبرص طبعا، والكلام ليه كان كلمته مهمه. بعد شويه هنتابع مع بعض. وايضا ليبيا السيد محمد منفي ايضا كان ليه كلمه مهمه، كلمات كلها كلمات كانت مهمه جدا. شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي ايضا كان لسه في امريكا امبارح، وطبعا البرازيل الكويت ولي عهد اسمه ولي عهد دولة الكويت الشقيقة أيضا كلمات مهمة. سلطنة عمان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع أيضا سلطنة عمان لهم كل التحية، والرئيس محمود عباس أيضا كل الناس لهم كل الشكر، كل من شارك في هذه القمة لهم كل الشكر، لهم كل الاحترام، كل التقدير على مساهمتهم على يعني وجودهم في مصر. وطبعا صورة التذكارية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملك عبد الله، جلالة الملك حمد، أمير قطر، شيخ محمد بن زايد، رئيس محمود عباس، السيد أحمد أبو الغيط، السيد سامح شكري، طبعا حديث ما بين السيد الرئيس وجلالة الملك عبد الله، ورئيس غزوان، رئيس موريتانيا، رئيس رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا. ولكن مبهجة يا جماعة العاصمة الإدارية، السيد سامح شكري، السيد عباس كامل طبعا، ومستشار أحمد فهمي، المغرب وزير الخارجية حاضر، ممثل المملكة المغربية، اليابان وزيرة خارجية اليابان. بقول لكم مشاركة كبيرة جدا جدا، يعني تقدر تتكلم كده مصر عملت ايه يعني. انت في ايام قليلة الولايات المتحدة الامريكية طبعا مشاركة، مهم ان انت العالم موجود عندك. شيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مشاركة كبيرة ايضا، اشقانا في دولة الامارات، الملك حمد، جلالة الملك حمد، ملك مملكة البحرين، طبعا البرازيل وزير خارجية البرازيل، والملك عبد الله ابن الحسين طبعا كلمته مهمة. الصين موجودة، قلت لحضراتكم ان انت نجحت تجمع امريكا الصين روسيا مع الدول. طبعا امير تميم السيد احمد الغيط الامين العام لجميع الدول العربية قال كلمة مهمة يعني ملخصة موجزة فيها زي ما بيقولوا كده الكبسولات السريعة يعني فيها التفاصيل الكاملة. وأنتونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وطبعا مثل وفد المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، زي ما كندا وزيرة خارجية كندا، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقال كلمة قوية جدا. بعد شوية هنحاول طبعا روسيا بجدانوف ومبعوث الشخص للرئيس بوتين، الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية أيضا كلمة، طبعا بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية. بنوري حضراتكم حجم المشاركة، هي دي مصر. مصر لما مصر تتحرك نحو الأشقاء، في طبعا وزيرة خارجية ألمانيا، مصر تتحرك من أجل القضية الفلسطينية، من أجل حماية الشعب الفلسطيني، وزير خارجية هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا أيضا. طبعا زي ما بقول لحضراتكم ده كان الدور المصري، وأيضا مهم إن احنا نبقى متابعين مع بعض الحكاية. والحكاية زي ما بقول كده إنه القمة بتوضح لك الحقيقة. والعاصمة الإدارية الجديدة طبعا وزيرة خارجية فرنسا. دكتور محمود الهباش، أولا مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا، حياك الله. مصر اليوم قمه القاهره للسلام،
دعم عربي أوروبي أممي موجودين اليوم في القاهرة لدعم الأشقاء في فلسطين والحق المشروع للشعب الفلسطيني وحق المقاومة المشروع. كيف تابعتم القمة اليوم؟ يعني لعل أهم ما في ما صدر عن القمة أو الرسائل التي خرجت عن هذه القمة أن العالم بأسره وبالذات الموقف العربي وكذلك الموقف الدولي مع أولوية وقف هذه المذبحة، أولوية وقف العدوان، وهذا هو الموقف الفلسطيني بالمناسبة. والقمة تبنت هذا الموقف تماما، إنه الأولوية هي لوقف العدوان، كذلك فتح إمكانية إيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المحاصرين في قطاع غزة. الأمر الثالث وجوب فتح الملف السياسي. الملف السياسي هو الملف الأساس وهو جذر القضية الفلسطينية. وجود الاحتلال هو سبب كل المشاكل. غياب الاحتلال، انتهاء الاحتلال هو الطريق الوحيد والوصفة الوحيدة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار الاحتلال إلى الأبد. 75 سنة مرت منذ النكبة الفلسطينية. ماذا ينتظر العالم؟ ماذا ينتظر العالم؟ ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ بلغ السيل الزبا، طفح الكيل، لم يعد هناك متسع من الصبر. بين كل فترة وأخرى نخرج من دوامة عنف إلى دوامة عنف أخرى. والسبب هو وجود الاحتلال. إزالة الاحتلال هي الوصفة الوحيدة لإنقاذ المنطقة. وإلا لو توسع نطاق هذا العدوان، توسع نطاق الصراع يشمل أجزاء أخرى من الإقليم وربما ما بعد الإقليم أيضا، العالم كله حينها سيكون في أتون هذه المعركة، وسوف لن تكون فلسطين وحدها من يدفع الثمن، الجميع سيدفع الثمن إذا لم يتدخل المجتمع الدولي. وهذه هي أهم الرسائل التي خرجت عن القمة. إذا لم يتدخل المجتمع الدولي قبل فوات الأوان الأمور ستخرج عن السيطرة. دكتور محمود، الكلام واضح النهاردة من إذا خرجت الأمور عن السيطرة الكل سيدفع الثمن. النهاردة دكتور محمود، القادة، معظم القادة والرؤساء والناس اللي اتكلموا النهاردة في هذه القمة كانوا بيحذروا من خروج ما يجري اليوم من عدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، انه هذا الامر يخرج وينتقل للمنطقة والاقليم وبالتالي تأثيره على العالم. النهاردة كل القادة بيتكلموا في هذا الاتجاه، هناك مخاوف. لا نقول هذا الكلام لا نقول هذا الكلام جزافا. كل مطل ومطلع على مجريات الامور، كل من يجيد قراءة المشهد العام في منطقتنا ويعرف طبائع ما يجري يفهم ويدرك أن كل شيء ممكن إذا توسع نطاق هذه المواجهة. وإذا دخل الإقليم أنا أقول لك الجميع سيدفع الثمن. إذا خرجت الأمور عن السيطرة حينها لا لوم إلا على الاحتلال وعلى من يقف وراء هذا الاحتلال، وهو الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد. دكتور محمود، ربما أيضا النهاردة من التطورات المهمة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية، وبدأنا النهاردة تدخل دفعة من مجموعة يعني عدد من الشاحنات إلى داخل قطاع غزة. ماذا عن هذا التحرك وهي بداية، والتنسيق المصري الأمريكي أيضا في إدخال هذه المساعدات؟ طبعا كل الشكر والتقدير لمصر ولدورها ولجهدها في هذا الموضوع، ولكن دعني أعطيك رقما في هذا الإطار. مجموع ما كان يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات من احتياجات القطاع اليومية يبلغ تقريبا من 100 يوميا، احتياجات يومية للقطاع. اليوم عندما نتحدث عن دخول 20 شاحنة يعني نتحدث عن أقل من 20% من الاحتياجات اليومية. لو نظرت قطاع غزة منذ 15 يوما لم يدخل إليه شيء.
وهو يعيش حالة طوارئ وحالة غير طبيعية. نعم. بالتالي ماذا يمكن أن ينتظر العالم؟ 20 شاحنة، والولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله يعني تكلم وكأنه إحنا يعني دخلت إلنا أو دخلت على قطاع غزة كل المساعدات اللي أو الاحتياجات اللي ممكن يتخيلها العقل. لا، الموضوع أخطر بكثير مما يمكن أن يتصوره الناس. تخيل أنه قطاع غزة ما فيش فيه ماء ولا كهرباء ولا إمدادات غذائية ولا وقود ولا حتى دواء، حتى الاحتياجات الطبية للمستشفيات غير موجودة. الأمور خطيرة جدا. من المهم أن يكون هناك تدفق للاحتياجات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة من احتياجات غذائية ودوائية وغير ذلك بشكل مستدام. نحن يجب أن نكف عن الحديث عن مجرد 20 شاحنة أو 50 شاحنة وما إلى ذلك. نحن نريد تدفقا مستداما وحرا وآمنا. الرئيس عفتاح السيسي في مكالمته أول امبارح مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحديث المصري مع الأمريكان عن الاستدامة اللي سيادتك بتتكلم عليها. سيادة الرئيس النهاردة أكد أيضا في كلمته على استدامة إدخال المساعدات، مش العشرين شاحنة دول، لا، نتكلم على زي ما حضرتك بتقول كده مصر، ده موقفها الواضح وهذا موقفنا أيضا. ولذلك أنا أشرت في بداية الحديث أنه إحنا متطابق موقفنا مع موقف جمهورية مصر العربية، متطابق تماما. ومصر عندما تتحدث هي تتحدث باسمها وباسم فلسطين أيضا، وما قاله الرئيس السيسي يعبر عن الواقع ويعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. الرئيس محمود عباس النهاردة وبيختم كلمته قال لك لن نرحل لن نرحل لن نرحل، احنا قاعدين على أرضنا. بكل تأكيد هذا مبدأ غير قابل للنقاش في الوعي الفلسطيني. نحن في هذه الأرض منذ 6000 سنة. ولن نغادرها أبدا. الحقيقة الفلسطينية هي الحقيقة الأدوم والأثبت، وبالتالي كل مؤامرات التهجير ومؤامرات الترحيل ومؤامرات طرد الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم ستفشل على صخرة الصمود الفلسطيني وعلى صخرة الوعي والإصرار العربي أيضا. لأنه الظهير العربي في هذا الموضوع، وأنا أخص بالذكر مصر والأردن باعتبارهما الجبهتين المرشحتين في الوعي الغربي والوعي الإسرائيلي لتنفيذ مؤامراتهم، مصر والأردن وقفتا سدا منيعا أمام هذه المؤامرة وشكلتا ظهيرا حقيقيا وقويا للموقف الفلسطيني الرافض للتهجير والرافض للرحيل. ولذلك قال الرئيس أبو مازن في ختام الكلمة لن نرحل، نحن باقون في أرضنا ولن نغادرها أبدا. النهاردة في نتنياهو وزير دفاع الجيش الاحتلال بيتكلموا على تفقد قواتهم وإنه بيتكلموا على العمليات البرية، ماذا عن هذا الأمر إذا حدث؟ أولويتنا في وقف العدوان بشكل كامل. كل يوم يمر والعدوان لا يتوقف معناه أن هناك مزيد من الضحايا، مزيد من المعاناة، مزيد من الكراهية سيتعزز في المنطقة. والجميع كما قلت لك اتساع رقعة الصراع وتوسعه وخروجه عن السيطرة سيؤدي إلى تفاقم الأمور، ليس على المستوى الإنساني فقط وإنما أيضا على مستويات أخرى، مستويات خطيرة يمكن أن تهدد أمن وسلام ليس فقط المنطقة بل العالم بأسفل. دكتور محمود عباس بشكرك شكرا جزيلا، مستشار الرئيس الفلسطيني كل التحية لحضرتك. تعالوا نتابع مع بعض البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب اختتام قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة والعاصمة المبهجة، عاصمة بجد مبهجة، استقبل النهاردة العالم كله أكبر مؤتمر يعقد في العاصمة بهذا المستوى الرفيع، بنتكلم على دول العالم بالكامل موجودة عندنا. نشوف البيان بيقول إيه. بيان جمهورية مصر العربية حول قمة القاهرة للسلام. بدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمع في القاهرة اليوم قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي
عدد من الدول الإقليمية والدولية للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الجاري. وقد سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضمرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم، وده الخطر. تطلعت مصر أيضا إلى أن يطلق المشاركون نداء عالميا للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة تفضي خلال آمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أضاف بيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية لكونه سعى لإدارة الصراع وليس إنهائه بشكل دائم، اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاما من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل. هنا توصيف للحالة، إيه اللي حصل في القضية الفلسطينية، العالم بيتعامل معها إزاي، المسكنات، قال لك حلول يعني مفترض بدل ما أنت تنهي القضية ويبقى في دولة مستقلة ولها حدود وعاصمة لا أنت عمال تدي مسكنات وبالتالي بيحصل لسببه. هنا بيديك المشهد، بيوصف المشهد. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل خلوا بالك فقرة دي مهمة جدا، خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر. فقرة دي مهمة. كما كشفت الحرب الجارية، عشان تعرفوا بس المجتمع الدولي المنافق، الغرب المنافق، الأمريكان المنافقون، الدول اللي هي تنافق، اللي هي أوكرانيا الحق إدانة، الحق مش عارف حصل فين إدانة، الحق اجري اعمل بيانات، اجتماعات مجلس أمن، دعوات دعم تمويل، الحق. نفس اللي حصل بيحصل هنا بس لا، وإيه مش شايفين، هو نفاق المجتمع الدولي، العالم الغربي كله منافق، كل العالم الغربي بلا استثناء. كما كشفت الحرب الجارية عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافس على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر، بل نجد محاولات لتبرير تبرير هذا القتل، والدفاع اللي هو الدفاع لا، واطحن ودمر واقتل وخد حقك، بس خلي بالك راعي قانون دولي. يقولوا نتنياهو يقولوا له ايه، ايوه اعمل ودافع عن نفسك وخد حقك بالكامل وخلص، بس خلي بالك راعي قانون دولي. وانت بتقول له كده، قول له راعي قانون دولي اللي هو ازاي يعني، اللي هو هد البيت على اللي فيه، هد المستشفى على اللي فيها، اقتل زي ما انت عايز، 4000 داخلين على 5000 شهيد فلسطيني وحوالي 20000 مصاب، 1500 طفل او 1700 طفل لحد دلوقتي فلسطيني شهداء على مدار ال 12 13 يوم اللي فاتوا. فشايفين النهارده بنعمل ايه؟
بيعمل ايه العالم، مجتمع العالمي، كما لو كانت حياة الإنسان الفلسطيني أقل أهمية من حياة باقي البشر. إن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة والنساء والأطفال الذين يرتجفون رعبا تحت نيران القصف الجوي على مدار الساعة تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث. فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنى ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. والشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بيان مهم جدا وقوي جدا جدا جدا، يعني مكتوب بحرفية شديدة جدا، لأن كل فقرة فيه لها يعني عايزة تحليل. كل فقرة في بيان رئاسة الجمهورية يعني حاجة تدقيق هايل. الشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكافة الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءا بالحق الأسمى وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تجسد هويته ويفخر بالانتماء لها. إن جمهورية مصر العربية صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت، وتؤكد بهذه المناسبة مصر طبعا أنها لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وهو هيطول بالمناسبة، هيطول كتير، لا شهر ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة، يمكن نعمل كده حاجة كده بيتكلموا على كام شهر، ولا يمكن بيتكلموا على سنة، بيتكلموا بجد، مش بتكلم الموضوع ده مش هياخد اسبوع زي ما كان بيحصل قبل كده، اسبوع ولا اسبوعين بالكتير ولا 18، لا دلوقتي بيتكلموا على شهور او ممكن نوصل الى سنة. او طال امد الصراع، وسوف تحافظ مصر دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد او تراجع عنه حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام. وفي إطار سعي مصر، خلينا الفقرة دي مهمة قوي نركز فيها، وفي إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبدا، لن تقبل أبدا. سيادة الرئيس النهاردة حتى في الكلمة سيادته كررها مرتين، بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم وبإرادة شعبها وعزيمته. كل التحية والتقدير، هذا البيان الكاشف والبيان المهم، بيان الصادر عن رئاسة الجمهورية عقب انتهاء أعمال قمة القاهرة للسلام التي كانت قمة في غاية الأهمية وقمة جمعت ما بين الشرق والغرب، وكانت كاشفة وواضحة، والمواقف كانت واضحة وكاشفة. وهناك ربما نجاح هذه القمة بيزعل اللي هم ما يحبوش يبقى في حاجة كويسة في البلد، ما يحبوش يبقى في حاجة كويسة في البلد. زي امبارح الناس قرأ قبل ما نروح للقمة، ان احنا كمان عندنا فقرة حوارية عن القمة، يعني ان هو ده يعني الحدث الاهم. القمة النهاردة شغالة، العالم كله ينقل من مصر، من العاصمة الادارية، العالم كله، اعلام الدولة كله اتكلم على مصر وبين العاصمة ومصر، والناس شافت البلد وشافوا احنا بنعمل ايه واحنا عملنا ايه، عملنا ولسه بنعمل. فامبارح لقينا بسم الله ما شاء الله ثورة 30 يونيو تعود، امبارح مشهد، امبارح مشهد 30 يونيو 13، امبارح رجع بعد 10 سنين قدام حضرتكم، دي مشاهد 30 يونيو امبارح اللي هي امبارح 20 اكتوبر 23، المشاهد اللي قدام حضرتك ديت بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال ده. فالشعب المصري العظيم شعب بيحب بلده، بيحب رئيسه، وما ينفعش ابدا هذا الشعب ابدا ابدا، وشعب يقف مع بلده ومع رئيسه ومع الجيش
ومع الشرطه ومع القضاء. فهذا الشعب اللي نزل امبارح نزل عشان ايه؟ ان احنا بندعم القضيه الفلسطينيه وندعم اشقائنا في فلسطين وبنقول لهم خلوا بالكم، حافظوا على ارضكم، تمسكوا باراضيكم، واحنا كمان نحافظ على ارضنا وسيناء العزيزه علينا، محدش مش هنسيب سيناء لحد، مش هنسيب سيناء لحد. الحفاظ على ايه؟ نؤيد قرارات القياده السياسيه للحفاظ على ارض الوطن طبعا. فبدات الناس انطلقت امبارح بعد الصلاه، صلاه على طول كله زي ما حضراتكم بتشوفوا مشاهد امبارح، وعلى طول رجعتني لايام 30 يونيو بالضبط. وكل العائلات بقى والاسر وكله وعلم مصر وعلم فلسطين، ويعني زي ما حضراتكم زي ما انتم عايزين يعني قولوا زي ما انتم عايزين يعني. ما في محافظه امبارح، ما في محافظه 27 محافظه امبارح المشاهد دي اللي قدام حضراتكم. مشاركه هائله بسم الله ما شاء الله. وهذا الشعب دائما يتشال على الراس عندما مش محتاج على فكره الشعب خالص. الشعب مجرد بس ما يحس بالخطر، مجرد هذا الشعب العظيم يحس بالخطر، يحس ينسى كل حاجه. الجيزه شايف بسم الله ما شاء الله، الجيزه كمان مشاهد كاشفه للاقبال وقديه للناس والدعم والخروج والتواجد، وانت موجود عشان تساند بلدك، تحافظ على ارضك، تحافظ على الارض. مفيش حاجه اسمها حد يصدر لي ازمه انه نتنياهو كان الصهيوني يضرب في غزه عشان يقول لهم روحوا على مصر وافتحوا وعدوا الناحيه الثانيه واقعدوا هنا في سينا. لا، سينا بتاعت المصريين مش بتاعت حد، واشقائنا الفلسطينيين مشكورين بحافظوا على ارضهم، واحنا بنساعدهم على ده، وهم بيساعدوا نفسهم، وهم بالمناسبه هم خايفين على ارضهم زي ما احنا خايفين. ما كل واحد بيخاف على ارضه، يعني هو ما عندوش رفاهيه انه يسيب ارضه، هيسيب ارضه يروح فين؟ زي ما انا ما عنديش ابدا في اي وقت ولا اي شيء حد يقدر يقول لك الارض، حدش يكلمك في موضوع الارض. فلما الشعب يجد هناك مخاوف حقيقيه الشعب يعمل كده. لما ينزل الشعب كده يبقى دي الرساله وصلت من الشعب المصري. الشعب المصري كله النهارده لا يتحدث الا عن فلسطين، العدوان الصهيوني، ويتحدث عن ايه؟ عن سيناء. احنا فلسطين ايد واحده طبعا، ايد واحده اكيد، فلسطين في القلب طبعا، في القلب، وايد واحده طبعا، ايد واحده. المشاركه الواسعه امبارح، عايز اقول لكم امبارح ملايين المصري، ملايين المصريين، والله شعب عظيم، وشعب كل يوم في اي ازمه تجد هذا الشعب هو كلمه السر الحقيقيه. الاسر المصريه، العائلات المصريه، بقول لحضراتكم 27 محافظه امبارح في الشوارع زي ما حضرتك بتشوف كده، وحتى اللي القبائل والعائلات والاسر ما فيش اي مشكله، المهم ان احنا كلنا حاجه واحده، احنا كلنا واقفين مع بلدنا وداعمين لاشقائنا في فلسطين. مفيش انت اللي انت عامله ده امبارح امر في منتهى الاهميه. انت بتخرج هذا الخروج الهايل امبارح بهذه القوه امبارح عشان دعم البلد ودعم القوات المسلحه للحفاظ على ارضنا ودعمهم واتخاذ اي اجراءات، قائد الاعلى القوات المسلحه، للحفاظ على الامن القومي. طبيعي امن القومي حدودنا الشرقيه، يبقى هذا هو دعم. مجلس النواب يوم الخميس عملوا جلسه خاصه، يوم الاربع مجلس الشيوخ عمل جلسه خاصه، كله دعم للقياده السياسيه والقائد الاعلى القوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لانه انت اي شيء يبقى انت لازم معاك مؤسساتك كلها، لان احنا دوله مؤسسات، لما يبقى في اي قرار دوله مؤسسات، محدش بياخد قرار لوحده يعني. وكمان معاك قبل كل ده الشعب. بس. امير معاك خلاص، الشعب موجود في الشارع. الشعب امبارح بسم الله ما شاء الله الناس قاعده لحد بالليل. يعني بعد الصلاه لحد بالليل ناس مالت الشوارع، خدوا يوم كده يعني يوم بهجه. كل محافظات الجمهوريه. مفيش محافظه ما فيهاش. اللي تشوفه في المنوفيه تشوفه في سوهاج، تشوفه في الاقصر، تشوفه في اسوان، تشوفه في شمال سيناء، تشوفه في مطروح، تشوفه في اسماعيليه زي ما حضرتك شايف، تشوف بورسعيد، تشوف في السويس، تشوف في القليوبيه، في الدقهليه، في ما في محافظه، بورسعيد، البحر الاحمر، دمياط، فيش محافظه، اسكندريه، فيش محافظه ما فيهاش. كله امبارح بقول لحضرتك مشاهد 30 يونيو تتذكرها وانت بتشوف هذه المشاهد دلوقتي اللي انا كنت بدافعها امبارح. شوف مع حضرتك اهو بنفس الناس بالنزول بالتواجد. خلي بالك انت يعني لما بتعمل ده الناس بيبقى عندها في لحظه تقلق،
والناس عندها كل الحق، كل الحق، ما هو شايف، شايف الضغوط وشايف بيعملوا ايه. بس لا، تبقوا دايما مطمنين. بس مهم ايضا ان انتوا نزلتوا، وادي الفيوم اهو كمان، ومهم قوي ان انتوا كمان رسالتكم توصل للعالم كله. الرئيس مش لوحده، وراه شعب، وراه 105 ملايين مواطن. رئيس مصر وراه 105 مليون مواطن داعمين اي اجراء واي قرارات، وواقفين ضد اي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الى سيناء. سيناء ليست مكانا لاي حد يجي هجره ليها ولا يقيم فيها ولا لا، نهائي. سيناء تفضل زي ما كانت، وهتفضل ان شاء الله طول حياتنا كده زي ما هي كده، وبنحافظ عليها وامنها وسلامتها. وادي مطروح واهالينا في مطروح، واهالينا بقول لحضراتكم 27 محافظة امبارح، كل محافظات مصر. هذه المشاهد الجميلة والرائعة، عودة إلى ثورة 30 يونيو العظيمة. محافظة المنيا زي ما حضراتكم بتشوفوا، شوف كل الناس يعني كلنا مع، بندعم أشقائنا في فلسطين. قضية فلسطين قضيتنا كلنا، مش قضية الشعب الفلسطيني لوحده، هي قضية مصر وقضية العالم العربي كله، والعالم الإسلامي كمان، والعالم العربي النهاردة كلهم، كل القادة والزعماء وكل من شارك اليوم في هذه القمة، رسالته واضحة جدا، الدعم الكبير ورسالته الإيجابية مع مصر، والتوافق الكبير جدا بين الدول العربية النهاردة اللي شاركوا في هذه القمة، قمة القاهرة للسلام. احنا بنشوف كم الدقهلية، اقول لحضراتكم محافظات مصر بالكامل موجودة امبارح لدعم القضية الفلسطينية ودعم أشقائنا في فلسطين. ودي كانت الرسالة امبارح، اللي هي رسالة معبرة. احنا نتكلم الاعلام كله، مسؤولين كلهم، وكمان لكن الشعب كمان كان مهم انه ينزل الشعب دعم لفلسطين، دعم فلسطين. فلما احنا بنشوف الكلام ده نقدر نشوف ونوضح رسائلنا ايه ودورنا ايه، والدولة المصرية تتحرك من أجل هذه القضية. نروح للعاصمة الأمريكية واشنطن، دكتور عبد المنعم سعيد. دكتور عبد المنعم، أولا مساء الخير. مساء النور. أنا أستاذ أحمد، متشرفين بحضرتك، غيبة طويلة، ترجع لنا بالسلامة. تعيش هاني، تراجع على طول الأسبوع ده إن شاء الله. تابعت القمة اليوم؟ طبعا. الخلاصة إيه اللي عند حضرتك من خلال هذه القمة وهذه المشاركة الكبيرة في وقت قياسي، استجابة كبيرة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني علينا ان احنا نعرف ايه دور المؤتمرات في وسط الازمه. ليه مصر دعت الى هذا المؤتمر؟ ما هوش المساله يعني مجرد يعني شيء عشوائي او فكره جت واتعملت، لا، هي لها وظيفه في عمليه اداره هذه الازمه. نعم. المشكله الكبيره ان جزء من خصائص اي ازمه بالحجم الذي نعيش فيه الان بيبقى مشتت جدا، من أول المفاجأة التي بدأت، ثم النتائج التي جرت بعد ذلك، ثم الهجمات الإسرائيلية الكبيرة الآن على غزة، الضحايا. الأزمات عادة بتتشعب إلى أمور كثيرة، وبيبقى فيها جزء كبير من عدد اليقين، أنت في سباق مع الزمن. نعم. لأنه الأزمة يمكن أن تتسع، يعني هناك داخلها عناصر كثيرة يمكن أن تحولها من أزمة فلسطينية إسرائيلية عشنا أربعة مثلها في الفترات السابقة إلى شيء جديد يحدث فيه انفجار إقليمي ويؤدي إلى وضع المنطقة كلها على حافة خطرة للغاية. لذلك أنا بقول إن هذا المؤتمر قائم على بلورة قضايا أساسية في هذه المرحلة على وجه التحديد. أولها مسألة طبعا إنقاذ الإخوة في غزة وتقديم المساعدات لهم. نعم. لكن أيضا وأعتقد أنها كانت فاعلة بهذا المعنى، أن الجميع يتوافق على أن القضية لا ينبغي أن تقف عند هذه الأزمة. لابد أن نتواصل بعد ذلك على حل للأزمة الأصلية من خلال حل الدولتين. نمرة ثلاثة، وهو أمر مهم وفي رسالة للإسرائيليين كما أنه للفلسطينيين، أننا ضد كل ما يتعلق بعمليات إرهابية أو عمليات عسكرية ضد المدنيين، سواء كانوا هؤلاء المدنيين إسرائيليين أو فلسطينيين. في نفس الوقت يعني محاولة أن احنا
نتذكر قبل قيام هذه يعني الأزمة أنه كان في كثير من الحديث، كثير من التواصل حوالين نوع من السلام العربي الإسرائيلي. اللي دخل في هذا الموضوع كان الحديث الكثير الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية، أنه الآن ونحن الآن في وجه هذه الأزمة ربما نؤكد على أنه السلام ليس بديلاً لحل المشكلة الفلسطينية. وفي الحقيقة لا يوجد طرف عربي لم يطرح ذلك على الإسرائيليين، لكن الإسرائيليين تحركوا يميناً بقسوة، والتوجهات الصهيونية التلمودية المتعصبة بدأت تنقل العلاقة مع الفلسطينيين إلى شكل آخر من الاستيطان، استخدام العنف إلى آخره. في نفس الوقت استغلت حماس وحزب الله ومن هم على علاقات مع إيران ويتخوفون من فكرة السلام الموجود في المنطقة بشكل أو بآخر، ويحاولون أن نبادل الإسرائيليين دينا بدين وثم تعصبا بتعصب إلى آخره، دفعوا في اتجاه هذه الأزمة. مصر أهم ما لديها مشروعها الوطني القائم على بناء الدولة المصرية، ونحن الآن في المرحلة الثانية من رؤية مصر 2030. لا نريد إقليما مستعرا ساخنا مليء بالأزمات، وإنما مستقرا. ولذلك هذا المؤتمر قام بواجب كبير في التأكيد على حل الدولتين، إن موضوع المدنيين ده ينبغي إنه يتوقف تماما، إنه التصعيد يجب أن يتراجع. المؤتمر بيلعب دور في الدعوة إلى كل ذلك. هل بالضرورة أن الكل سوف يستمع الآن؟ أنا أعتقد أن الكل سوف يدرك أن هناك تكتلا وجماعة ترفض ما ذكرته. ولذلك يعني معالجة الأزمة بتبقى يا إما أنها تسير في اتجاه تصعيدي الحرب، أو أنها تسير في اتجاه الأكوموديشن أو المحاولة التكيف وخلق مناخ أفضل للحل. الاتجاهين دول في مفترق طرق الآن، وأعتقد أنه يعني المؤتمر كان أحد الوسائل المصرية للتعامل مع هذا المفترق من الطرق. دكتور عبد المنعم، ربما الموقف المصري من أول يوم لحد دلوقتي وهو مستمر، تكلم على مفيش تصفية للقضية الفلسطينية، ومفيش كمان أي شيء يتم على حساب مصر، أنه كان ومتابع طبعا التوجه الأمريكي، التوجه الإسرائيلي، تعالوا اخرجوا من غزة روحوا على سيناء، عندكم سيناء روحوا اقعدوا هناك وندفع فلوس والأمم المتحدة وتعمل بنية تحتية وغيره وغيره، زي ما حصل في تركيا بالنسبة للسوريين. تابعت هذا الأمر إزاي؟ الموقف المصري فيما يتعلق المصر والأردن بصراحة فيما يتعلق بهذه الجزئية. أنا أعتقد أنه موقف حازم، وكان يعني في بعض أمور يعني ما أعرفش المفروض تتقال ولا، يعني دخول القوات المصرية إلى سيناء رسالة قوية. يعني مش بنتكلم بس، بنتكلم بايد أيضا إن إحنا مش هنسمح بذلك. في نفس الوقت إحنا الدولة المحورية في موضوع المساعدات لغزة التي عليها توافق دولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي مصر بالحقيقة بتدير هذه الأزمة برشادة كبيرة. الرئيس السيسي بقى عنده خبرة، ما تنساش هذا الفيلم يا أستاذ أحمد، شفناه 4-6 مرات قبل كده، لو أضفنا مش بس حروب غزة، حروب غزة وحروب حزب الله وحروب كل النفس 2006 وإحنا جايين يعني إحنا اكتسبنا خبرات كبيرة، ولدينا خبرات موجودة في التعامل مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكن إحنا لازلنا زي ما بيقولوا في قلب الأزمة. لكن لو عرفنا ونعود بالأزمات السابقة، يعني بنجد أنه في الحرب الرابعة على سبيل المثال خدت 11 يوم، اللي قبلها خدت شهر وشوية وهكذا. أنا أعتقد إحنا لسه في موازين الوقت ماشيين تبع النمط اللي كان موجود قبل كده، بحيث ربما الأزمة إحنا دلوقتي في منتصفها، لأنها عادة تأخذ ما بين يعني 4-6 أسابيع، ما لم تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وإن يبقى عندنا حرب إقليمية كبيرة يدخل فيها بقى الضفة الغربية وسوريا وحزب الله وإيران. ده موضوع تاني خالص مصر تحاول أن تتفاداه،
وتجمع حول رأيها القدر الكبير من الدول العربية ودول العالم الأخرى. هل دكتور عبد المنعم متوقع ده ممكن يحدث، ولا المحاولات اللي بتتم النهاردة في هذا المؤتمر المهم والرسالة الواضحة أنه مش عايزين الموضوع يتوسع، لأنه التوسع هيأثر على العالم كله مش على المنطقة ولا الإقليم كمان، هل وارد يحدث حتى لو بنسبة 1%؟ الوارد ان احنا ننجح، انا اعتقد انه وارد طبعا، لانه العالم لا، الوارد انه يبقى فيه حرب اقليمية؟ طبعا انا لا استبعدها اطلاقا، لانه هو كده يعني ما بين قوى الشر وقوى الخير في صراع دائم، وقوى الشر تريد ان تدفع يعني يعني الاخوة في، خد بالك انه الكلام ده مش بس اللي حصل، انما الذي لم يحدث هو أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لم تأخذ دورها في الإدارة للقضية الفلسطينية خلال المراحل السابقة، وبالتالي عندما اختطفت حماس هذا الدور فهي تقوم يعني عن المصريين والأردنيين والجميع بتقرير مستقبل الحرب والسلام في المنطقة. هذا كلام في منتهى الخطورة على مصير أمم تكرس نفسها لبناء نفسها ويتعامل شعوبها مع قضايا ذات طبيعة تاريخية كبيرة بالنسبة لهم. فهنا القضية هذا الاختيار مهم جدا، وآمل أنه هذا المؤتمر يكون قد أعطى دفع يعني للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية. وأعتقد أنه أيضا المشاورات ان احنا نخلق بديل حقيقي للقوى الحالية التي يعني لا تنسى يا أستاذ أحمد الأنفاق التي كانت تدخل إلى مصر، والتي يعني إذا تركنا الموضوع في أيدي من لا يهمهم أمننا القومي فأعتقد حيبقى خطر كبير، ومصر واعية لذلك. ولذلك لابد أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيث يجب أن تكون في غزة. حضرتك بتكلم على السلطة ترجع لغزة طبعا زي ما كان قبل كده، انه حتى المعابر المعبر كان تديره الاداره السلطه الفلسطينيه مش حماس حتى الان. يعني هو لما بدات المفاوضات في اخر حرب كانت حكايه ازاي يعبروا، فالاسرائيليين رافضين حماس لانه حماس ليست هي تنظيم غير دولي، هي ليست دوله، وبالتالي عندنا مشكله لانه اسرائيل بتقول انا يعني موضوع القانون الدولي ما يمشيش على حماس. احنا بنتكلم على حاجه فيها اتفاق مع وحدة سياسية اسمها سلطة الدولة الفلسطينية التي هي توجد في رام الله حاليا، لكنها حرمت من خلال يعني احنا عارفين الاخوان المسلمين يا استاذ احمد. فيعني حصل تغيير رغم الشعب الفلسطيني، واستخدموا هذا التغيير في القيام ب يعني ادخال القضية الفلسطينية في مسارات يعني صعبة ومعوجة، وتجعل دول العالم في الحقيقة يعني ما زال الميزان رغم حركة الشعوب في العالم قوية هذه المرة مع الشعب الفلسطيني، لكن أيضا المواقف الدولية سواء في أوروبا أو في شمال أمريكا أو في كثير من دول العالم، استراليا اليابان إلى آخره، في والصين لهم مواقف يعني لا تزال أقدر أقول أنها ميلة إلى جانب إسرائيل أكثر من الجانب الفلسطيني. دكتور عبد المنعم، ربما مصر وحركة مصر المتعلقة بحل الدولتين سيادة الرئيس سواء لقاءات أو اتصالاته مع الأمريكان أو الأوروبيين أو غيرهم حديثه عن الجذور الأصل في المشكلة حل الدولتين، والنهاردة أيضا في قمة السلام الحديث على حل الدولتين، وكل حتى الوفود اللي موجودة النهاردة بيتكلموا على حل الدولتين، هل في يقظة أو إيقاظ لهذا الأمر فيما يتعلق بالبحث عن إزاي حل الدولتين يتم؟ يعني يا أستاذ أحمد الحاجات دي بتيجي زي ما نقول بالنقط. يعني أنا أعتقد أن أحرزنا جون، أحرزنا نقطة مهمة بهذا التجمع. كنت أتمنى أن يكون من هم أكثر موجودين في هذا التجمع وعلى مستويات قيادية أعلى، لكن من حضر هي نقطة بداية. لا ننسى أن في أوقات الأزمات قيادات الدول بتكون مشغولة بأمور كثيرة، لا مصالحها القومية، لا مصالحها القريبة، لا اتصالاتها وإلى آخره. إنما في هذا المؤتمر نحن نبدأ الطرق على هذه النقطة.
أننا نحتاج أولاً بعث السلطة الوطنية الفلسطينية مرة أخرى، ويأتي تأكيد لن نرحل لن نرحل لن نرحل من قائد هذه السلطة الوطنية، وأنه أيضاً أمام العالم كله يقول ذلك، وأيضاً إزاي نضع بقى بعد كده إيه الترتيبات التي ينبغي أن تتم هذه مسائل معقدة. أعتقد أن وراها كثير كثير من الاتصالات الجارية، لكن منع انفجار الموقف أكثر من ذلك هو مهمة أولى بالتأكيد، ومصر واعية لذلك. دكتور عبد المنعم، ربما ما يتعلق بإسرائيل النهاردة بتتكلم على الغزو، عملية برية، الغزو البري للقطاع، إنهم هيدخلوا بري، بتتابع هذا الأمر إزاي؟ وفي الولايات المتحدة الأمريكية بتشوف هذا الأمر إزاي مع يعني لقاءاتك أو خلال حتى الإعلام الأمريكي؟ يعني طبعا أنا شايف في رفض كبير جدا قطع، سواء يعني في مراكز البحوث اللي أنا على صلة بيها، يعني إن دي مش هتكون نزهة، وبعضها بيجيب سوابق لمحاولة الاختراق اللي موجود، لأنه العملاء حماس داخل عملية التدمير تجعل دخول المدرعات صعب، لأنك عندك كتل خرسانية رهيبة في الشوارع وغيره. إنه هم يبدو لي إنه حصل ارتخاء كبير في المخابرات الإسرائيلية، بحيث أنها لم تفاجأ فقط بهذه الموقعة، إنما لم يكن لديها معلومات. أحيانا يكون لدى أجهزة مخابرات معلومات كثيرة، زي في 6 أكتوبر كان لديهم جميع المعلومات، لكنهم أخطأوا في تفسيرها يعني خطأ كبيرا يعني، والحمد لله ربنا نصرنا. إنما هذه المرة الإسرائيليين لم يكن يعلمون ولم يسيئوا التفسير، وما جاءهم من شذرات هنا وهناك يعني رفضوها أو قللوا من قيمتها. أنا أشك، وده السبب إن إحنا استخدام القوات الأرضية حتى الآن تأخرت، بسبب إنه لا يوجد لديهم معلومات كافية عن أماكن تواجد القيادات الحماسية، وأيضا عن حركة الأنفاق إلى آخره. الموضوع صعب صعب، وأعتقد أنه وجود بايدن أيضا في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي نبه إلى هذه النقطة، أنه من الصعب عمل مثل وهذا، عندما حذرهم لا تتصرفوا مثل ما تصرفنا بعد أحداث سبتمبر اللي هي بدأت الإرهابية اللي احنا عارفينها، وأمريكا حكمها الغضب وذهبت إلى أفغانستان وذهبت إلى العراق، وانتهى الأمر بأنها أعطت العراق هدية لإيران، وإلى أنه مرة أخرى سلمت أفغانستان لطالبان، لأنها لم يعني الموضوع لم يدرس بالشكل الكافي، وأنه جرى الأمر وراء الغرائز الغضب والكراهية، وتصور أنه من الممكن في هذا النوع حتى الغير متكافئ في القوة العسكرية أن يطول بأي دولة ويجعلها تتكلف غاليا على المدى الطويل. هل نتنياهو ممكن يطول هذا العدوان يعني يكسب وقت أطول، أنه يبقى موجود على رأس الحكومة قبل أن يتم محاكمته، أو تحقيقات هتتم طبعا أكيد على اللي حصل في 7 أكتوبر؟ يعني علينا نراقب، أو أنا شخصيا بعمل كده، نراقب التوازن داخليا، والتوازن لصالح طرده. يعني هو الحرب دي لم تعطيه يعني، لكن هذه مسائل فيها قوة بقى، قوة سياسية. عندك اللي هم حصل لهم ناس اختطفت أو ضحايا، الرقم بالنسبة لحجم إسرائيل السكاني كبير، يعني رغم إجمالي القتل 1400 والمخطوفين 200، ممكن تقول دي أرقام صغيرة، لا هي مش صغيرة بالنسبة لعدد سكان إسرائيل. أيضا عملية التعبئة طويلة المدى بالنسبة لإسرائيل ذات تكلفة عالية، خاصة أنه إسرائيل قوتها الأساسية في الصناعات العالية الدقة أو التكنولوجية العالية، فلما تاخد منها العلماء وتاخد منها الشباب وتاخد منها كذا، الاقتصاد الإسرائيلي بيهتز اهتزاز كبير. ففي يعني سقف لقدرة نتنياهو لإطالة هذه الحرب من جانب البنية الاقتصادية الإسرائيلية ذاتها، كذلك نمو قوى المعارضة والوسط السياسي
في إسرائيل حتى قبل هذه الأزمة، نتيجة الأزمة المحلية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وقدرتها على إصدار أحكام معينة. ده موضوع خلى يعني نتنياهو التأييد له ولكتلته يتقلص، وهناك بدائل. يعني أنا أتصور أن الدول الغربية في العموم تحاول أولا ونجحت بالنسبة اللي هو الكابينت أو المجلس الوزراء الأمني اللي هو بيتكون من خمسة، غيروا فيه وطلع منه الاثنين القتلتين اللي هم من القوى المتطرفة، ودخل اثنين من القوى المعتدلة نسبيا. فأعتقد أنه الوضع ده يدي إشارات أنه أمريكا بتتدخل أيضا في هذا الموضوع، في نفس الوقت اللي هي بتحاول أن تقول لنا ببساطة أن إحنا لا يمكن أن نتحمل أنه كل شوية منذ تولت السلطة في غزة حماس تقوم بعملية ثم يكون رد الفعل. وهناك يعني إحنا كان رد فعلنا في آخر حرب يا أستاذ أحمد، إن إحنا بعتنا تقديرات كبيرة جدا وقدرات كبيرة جدا لتعمير غزة، ومصر في رغم كل ظروف رصدت نصف مليار دولار لتعمير غزة. أنا في الحقيقة لست واعيا ما الذي حدث في هذه المهمة، لكن عملنا مدينة هناك أو مدينتين جوه غزة، عملنا جهد كبير يعني كبير، لكن ما كانش فيه اللي استكمل الموضوع ان احنا نؤمن السلام في غزة طالما انه توجد قوة حماس هي الحاكمة. دكتور عبد المنعم سعيد بشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الامريكية واشنطن، كل التحية. نروح الى دبي كمان والكاتب الكبير استاذ سمير عطلة. اولا مساء الخير على حضرتك، متشرفين بوجود حضرتك معنا. الشرف لي انا اخي احمد، الله يخليك. تابعت اليوم مصر استضافت قمة القاهرة للسلام، مشاركة كبيرة دولية أوروبية عربية كبيرة، كيف تابعت هذه القمة اليوم؟ سيدي أولا الأمور دائما تعود إلى مجاريها إلى مراتبها. نعم. مرتبة مصر العالم العربي لا يمكن أن تغيب، كل فترة كل أزمة كل حرب كبيرة وصغيرة ترجع الناس تتذكر مصر وبتشوف انه ما في مرجع ولا مرجعية للعرب الا بقيادة مصر، لانه يعني ما ليس هناك من يتابع ومن يعرف ومن يحكم كدولة في العالم العربي مثل مصر. أنا طبعا تبعت من اللحظة الأولى، وأكيد أهم شيء هم ليلبوا دعوة مصر، يعني تلبية دعوة برأيي 31 دولة خلال ساعة أو نصف يوم هو أهم شيء، أهم دليل أولا على مدى الأزمة وحجمها، وثانيا على مدى فعالية مصر وصداقاتها وحكمتها في الدبلوماسية وفي معالجة الأمور سواء الأزمات الكبرى أو الصغرى على السواء. يعني أدارت القمة مصر بإدارة الحقيقة يشهد لها أولا وأخيرا. نعم. ما هو جديد الشيء، وإنما لابد من تدوينه، انه قدرت تطلع من قمة فيها هذا الحد من الخلاف بين العرب والغرب، وخصوصا للمرة الاولى هذا الموقف الاوروبي. انا عم شبهه، انا اسف يمكن الاجيال الجديدة ما حضرت وما بتعرف، نحن تماما الى حد بعيد مش تماما بوضع يشبه العدوان على السويس. يعني أوروبا وقفت يومها تحارب السويس، إنما أمريكا كانت ضدها. الآن أمريكا وأوروبا يعني وقفة هائلة ضد حماس دون أي مراعاة للعرب.
دعم كبير دون أي مراعاة. نعم دعم كبير جدا نعم. لإسرائيل الولايات المتحدة لا يفشل نعم تفضل ما له تفسير أخ عماد. أنا تابع سياسي خارجية نعم من 60 سنة نعم بندك صح ما له تفسير إطلاقا يعني حتى الرعب على إسرائيل أو الخوف على وجود إسرائيل اللي هو السبب أفضل اللي خلى الدنيا تقوم كده يعني الادعاء لأنه المشكلة مشكلة وجود إسرائيل حتى ذلك حتى هذا الخوف حقيقي أو غير حقيقي أو وسط لا يبرر إطلاقا أنك تشوف أوروبا طبعا أمريكا أولا نعم. بس أوروبا نعم رايحة عم تزور نتنياهو لو كان ممكن يكون الأمر مختلف قليلا لو الرجل عم يقدموا له كل هذه الطاعة نعم. هو رجل غير كان نتنياهو نتنياهو عليه حملة في إسرائيل إلى أول ما إلى آخر مش من اليوم من سنوات نعم هو ما بدي أقول عدو إنما هو خصم للغرب خصم لكل الفئات خصم لكل الناس يعني إعادة الاعتبار لنتنياهو عفوا بهذه الطريقة نعم هيدا أمر مش إهانة للعرب هيدا إهانة للأوروبيين أنت عم تهين المعارضة وخصوصا اليسار الإسرائيلي اللي عم يطالب نتنياهو كل يوم بالاستقالة نعم وإنه هو ما خرج يحكم يعني لذلك أنا بقول ماذا حدث لأوروبا أوروبا ألا بالعادة أنه هي سيدة الدبلوماسية سيدة النظرة إلى المستقبل وأكثر القارات أو الأمم معرفة بتاريخنا بتاريخ لأنه تاريخنا نحن شركاء مع أوروبا سواء كمستعمرين أو كحلفاء أو شركاء أو أستاذ سمير زي ما حضرتك قلت كده الموقف الغربي أو الأوروبي تحديدا يعني ويمكن ألمانيا أكتر دولة منحازة بشكل صارخ تفسير أحمد لا ألمانيا ده أمر مفهوم ألمانيا في العقدة التاريخية عقدة النازية عقدة أنه هي لازم تثبت لإسرائيل بكل مواجهة أو بالأحرى لليهود في العالم تثبت لهم أنه هي متحمسة وهي أمام الجميع وليسها لا إلى جانبهم ولا من خلفهم نعم هيدا يعني المزايدة الألمانية ما هي أنا يعني مش إنه بتفهمها بس بعرفها يعني بنعرف ليش ألمانيا ليش ألمانيا أكثر من بريطانيا أو من فرنسا أو طبعا كل واحد كل دولة إلها اعتباراتها يعني إلى الآن ماكرون ما راح على تل أبيب ما راحش لا لأنه نعم لأنه عنده مخاوف في الداخل يعني طبعا يعني لسه العرب في الخارج ما تحركوا أخي نعم نحن لما يعني في شبهات الله يستر يعني تفتح الشبهات اليوم جماعة مقتدر الصدر راحوا على حدود الأردن تظاهر شو في على حدود الأردن ليش على حدود الأردن شو اللي بيخدهم على الأردن يعني اليوم وضع الأردن نعم من أكثر الأوضاع دقة في المسألة اللي نحن فيها لذلك عم شوف الملك عبد الله الثاني نعم من بلد لبلد وخصوصا طبعا اعتماده الأول والأساسي على مصر يعني على تنسيق مع مصر لأنه مصر والأردن وإلى حد ما لبنان نفس المشكل نعم يعني هذه دول كانوا يسموها دول الطوق هي الحقيقة دول المحاذاة كما نقول الجوار دول مصر والأردن يعني في محاذاة حدود دول حدودية نعم يعني طبعا كل دولة لها محاشمة ولها مسؤوليتها أو لها مدى مسؤوليات مثل مصر أنه مصر عندها يعني وضعها يختلف عن كل الدول والأردن أكيد بس الأردن مصر بدأت الآن تستشعر أو
تنفضح أمامها. شي دعوة إلى سيناء؟ شي دعوة من طالب عن الرئيس السيسي؟ نعم. قال لهم لا بلاش سيناء، خذوا النقب. نعم. ليش سيناء؟ عارف كيف؟ نعم. ف يعني أنا الحقيقة بتابع موقف مصر وصحفها، حتى لو ما كان في أي حدث، حدث عادي، بس اليوم واحد بتابع مع مصر وقلبه على مصر، يعني انه شو هال، ما هو يعني معنى هذا الهجوم؟ شو هالردة الجميل لمصر يلي كل عمرها بتضحي وتحارب وتقاتل وبتسالم، كله من اجل العرب، ما في شيء من اجل مصر. هيدي قعدتنا يعني، ما بعرف انت اكيد شاب احمد، بس عايز الناس اللي مثلي للجدل كان قائم ايام توفيق الحكيم ونشيد محفوظ والكبار العمالقة، انه هو طه حسين بالذات، انه لا نحن مصر مش عرب، لانه نحن مصريين وبلاش هموم العرب وبلاش مشاكل العرب وبلاش، يعني عم نرجع اليوم نتذكر كل هالاشياء من فضل ممكن نبني على مؤتمر النهاردة والنتائج وهذه المشاركة الكبيرة اللي حضرتك بتتكلم عليها، نبني ازاي ما بعد قمة القاهرة للسلام، ما هو القادم؟ مش عارف اخ عمل ماذا سيتبع، بس قمة السلام هي الفاصل، يعني اول فاصل منذ اندلاع الاعمال العسكرية، أول فاصل لوقف هذه الهمجيات الفلسانية على العالم كله. يعني هي أول دعوة للبشر أنه تأملوا ويعني وقفوا شوي، خلينا نشوف وين رايحين. لأنه إذا فعلا مضت إسرائيل بقصة الزحف على غزة البري، يعني حيكون هذا شيء من ابواب الجحيم. ما لنا شغلة بسيطة، ما راح تكون شغلة بسيطة ابدا. نعم. على اي فريق من الفرقاء. نعم. يعني حضرتك شايف انه لان هم دلوقتي بيطلبوا من سكان شمال غزة انهم يعني يتحركوا كلهم الى الجنوب، وقالوا اللي هيفضل في بيته هنضربه هنعتبره ارهابي. دي دعوات من ساعتين بالظبط. أنا كنت متأمل مع أنه يعني يبدو هذا شيء كثير خيالي، أنه لما اشتداد هذه الأزمة إلى هذا الحد، أنه أمريكا وبالذات بايدن يلعبوا دور في منع الهجوم. خلاص أوريدي يا سيدي اليوم منع ولا تأجيل؟ منع تأجيل لي معايا، يعني بنرجع لا منع. هلا كل الكلام اذا بتنتبه بيقول لك يدعون الى وقف التصعيد. شو التصعيد؟ بدك تدعي الى وقف الهجوم، الى وقف البربريه والهمجيه اللي مستمره. ما بتشوف تطلع بالتلفزيون قدامك اي واحد منا، ما بتشوف الا ركام فوق ركام فوق ركام فوق ركام. صحيح. لكن هذا الامر استاذ سمير كان في بشر غايب عن الاعلام الغربي وغايب عن رؤساء الدول الغربيه، اللي هو يرى انه الشعب الفلسطيني ليس له حقوق، انك مباح لاسرائيل انها تقتل كيفما شاءت، وانت لما واحد يتقتل ولا اثنين ولا عشره دول لهم حقوق والشعب الفلسطيني ما ليس له حقوق. بتشوف هذا الامر ازاي، اللي هو المعيارين الكلب مكيالين زي ما بنقول كده؟ لا انا شايف عودة، يعني الشيء الوحيد قد طبعا انه يكون ايجابي في كل هالمجزرة الهائل، هو انه يثبت لكل الدنيا مش بس امريكا، قصة الدولتين ما في حل الا بالدولتين. لا يمكن حتى المفكرين الاسرائيليين اليساريين، يعني طبعا اللي عنده شوية عقل، بيقولوا ما في حل من زمان. ما في حل الا بعودة الدولتين. طبعا رح بكرة ندخل في خلاف ونزاع اين الدولتين وكيف ووين ومش عارف شو،
بس بده يكون لازم العالم كله يكون مستعد الآن إلى خلص فكرة الدولتين. ما بقى في إنه عالم ما في دولة فلسطينية، هيدي خلصت، هيدي ما هيدي انتهت. ما بقى في لا الغرب ولا غير الغرب يفكر بإنه هذا العالم أو الخريطة اللي حملها الأخ نتنياهو بكل وقاحة بالأمم المتحدة، خريطة ما فيها ممحية فيها فلسطين، كأنه هو بيوزع الأرض الله على البشر. صحيح، عارف كيف؟ نعم. هيدا خلص ما بقى يجرؤ زعيم إسرائيلي يطلع يحمل خريطة ما عليها فلسطين. أنا هيدا رأيي أو هيك شو. نعم. هل شايف حضرتك ربما فيما يتعلق ب سيادتك كتبت من يومين او عن الاولويات بالنسبه لاشقائنا في فلسطين، ايه هي؟ ايه اللي ممكن يعملوا؟ ايه اولوياتهم في هذه المرحله؟ انا كنت عم بقول انه ما تنسى تغيرت الامور كثير، يعني كل يوم عم بيصير تغيير هائل في الاحداث. يعني يومها انا بدايه الحرب كتبت انه في ثلاث مرجعيات لهذه الحرب، المرجعيه الفلسطينيه والمرجعيه العربيه والمرجعيه الدوليه. يعني كل دوله، كل مرجعيه من هذول كيف بدها تتصرف، لانه المرجعيه الدوليه سفيهه، في سفاهه. نعم، هيدا بقول لك للمره الاولى يعني تصل المرجعيه الدوليه الى هذه الى هذا الانحطاط. يعني ما عم تاخذ بالاعتبار حتى حلفاء، لانه بالنهايه اوروبا الى كثير حلفاء عرب والى كثير تواريخ عربيه مشتركه. يعني هل هناك مخاوف عندنا في لبنان عام ممكن يبقى فيه تطورات خلال الايام الجايه اذا حزب الله دخل في هذه المعركه او هذه الحرب؟ والمخاوف موجوده، يعني اذا بتشوف طبعا موجوده وبتقرب، يعني عم تطلع خطوه خطوه. يعني اذا بتلاحظ كل يوم في تصعيد من قبل حزب الله واسرائيل، بس يعني الى الان بسموهم الضبط قواعد الاشتباك، انه مضبوط، يعني تضرب مستعمره هون، تضرب بيت هون، تضرب يعني ما في انفجار عام. بس برايي الانفجار العام جاي مش ممكن طبعا. يعني برايي طبعا في محاولات كثير مع حزب الله انه يهدئ الامور وانه ما يحمل لبنان وضع حربي غير قادر على حمله الان. هو غير قادر حقيقه على حمله، على حمل الوضع السلمي. فكيف الوضع الحربي اذا دخلنا بضحايا وشهداء وخراب؟ يعني رح يكون الامر كثير صعب، كثير صعب لبنان وغير لبنان، بس بالذات لبنان لانه في حالة شبه انهيار، يعني دولة معدومة لا وجود لها. وحزب الله بيقرر هو منه لحاله قرارات الحرب وقرارات السلم، وهيدي عاملة انقسام في البلد كما هو واضح. يعني بس ما في مرجع. استاذ سمير عطا الله، ولا بنتشرف دايما لما بنسمع صوت حضرتك وبتشرفنا على طول. اسيدي يطول عمرك، انا المتشرف. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكرك كاتب الصحفي الكبير استاذ سمير عطله. نروح لزميلنا مجدي يوسف. مجدي النهارده كان ايضا يتابع قمه القاهره للسلام، وكان موجود طبعا مع الاتحاد الاوروبي والوفد الاوروبي. مجدي، اولا مساء الخير، ماذا عن ردود الفعل او قراءه في حول اراء الاتحاد الاوروبي والدول التي شاركت اليوم؟ يعني الحقيقه الدنيا ضلمه في الحياه استاذ احمد، ضلمة. يعني ودي حقيقه. يعني خلينا اقول ان يمكن العباره اللي حضرتك استخدمتها منذ لحظات مع الكاتب الكبير الاستاذ سمير عطله بان العالم يكيل بمكيالين، فالاتحاد الاوروبي انا شايف انه بيكيل بمكيال واحد. يعني مهما قيل اليوم فبالتالي هو في اتجاه واحد، هو ماشي في اتجاه واحد وهو اتجاه اسرائيل. هنا انا بتحدث عن
التكتل الموحد وليس دول منفردة، لأن الدول المنفردة ده كمان ده قصة تانية خالص. نعم. فإذا يعني مثلا على سبيل المثال شارل ميشيل وهو اللي كان بيمثل الاتحاد الأوروبي النهاردة في القمة بيتكلم طبعا عن المادة الثالثة من تأسيس الاتحاد الأوروبي، وكيف أن هذه المادة تحافظ على حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، وكيف أن حصار غزة يمثل بكل المعايير انتهاك للقانون الدولي. طب كلام جميل، كلام حلو، كلام محترم، كمل بقى. لا نكمل، بس لإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها وسنبقى دائما مع إسرائيل. يعني طب أنا مش فاهم برضو، يعني أي مادة تتحدث عنها وأي حقوق تتحدث عنها وأي يعني إحنا ما إحنا شايفين يعني واصل. إحنا كمان مش بنتكلم على حاجة مختفية أو حاجة سرية أو ده، إحنا شايفين اللي بيحصل على الأرض، يعني كل الناس شايفاه. ما تقوليش النهاردة حقوق حق الدفاع عن نفسها، إذا كان حق الدفاع عن نفسها يعني إبادة 2 مليون مواطن يبقى خلاص ده موضوع تاني خالص، ده يبقى إحنا بنتكلم. ولكن إذا كان هذا هو الحق فما تكلمنيش برضو على المادة الثالثة من تأسيس الاتحاد الأوروبي التي تتحدث عن حماية الأطفال وحماية الضعفاء وحماية النساء وحماية العزل. ما هو أنت هنا تقريبا المادة الثالثة بتتحدث عن فلسطين، تتحدث عن غزة اللي أنت مش قادر تطبق منها حاجة. لو جينا بقى على الدول فرادة، يعني هنلاقي دول أقصى اليمين مع إسرائيل قلبا وقالبا، ودول لا فهم القصة ووقفة مع الفلسطينيين قلبا وقالبا. يعني مثلا إذا كلمنا على وده كانت مفاجأة بالنسبة لي، إيطاليا. إيطاليا في الحقيقة يعني واخدة موقف بمنتهى منتهى القوة باتجاه إسرائيل، وأنا مستغربه في الحقيقة من رئيس الوزراء الإيطالية اللي هي تشعر تماما، هي اللي قالت لنا كده يعني النهاردة في القمة. هي قالت يعني أنا كنت جنبها وسألتها وقالت بمنتهى صراحة أشعر تماما بألم الشعب الفلسطيني. جميل. إنما برضو لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما تراه مناسب. ده دي أسوأ من اللي قاله شارل ميشيل. يعني بما تراه مناسب ده فتحت له الطريق يعمل اللي هو عايزه. نعم. تيجي مثلا تلاقي دول زي اسبانيا، اسبانيا بتقول لك لا يعني الكلام ده كله لازم يقف دلوقتي حالا، الكلام ده لازم يقف امبارح، الكلام ده لازم يقف من اسبوعين، احنا لازم نخرج من القمه بوضع قواعد ثابته لايجاد حل للدولتين. نعم. طيب ما دي دوله اوروبيه ودي دوله اوروبيه. فالحقيقه يعني مش عارف نقول كلب مكيالين ولا بثلاثه ولا بخمسه ولا بسبعه. مجدي الغريب الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي انا بتكلم وانا حتى يعني بعيد عن امريكا، لكن بتكلم على فرنسا وايطاليا، وطبعا بريطانيا خرجت من الاتحاد ولكن موجوده كدوله اوروبيه، ومعهم ايطاليا المانيا، انهم بيرفضوا وقف اطلاق النار. يعني ده امر غريب، انت بتتكلم عايز حقن دماء الناس، الناس ما تموتش، الناس ما تقتلش، وهم يجي يقول لك لا مش مع هذا الاجراء. حتى في مجلس الامن عملوا الحكايه دي. بتشوف ازاي الحكايه، بتشوف ازاي ان الدول دي مش عايزه وقف اطلاق نار. ده دي يعني انا في الاول قلت ضلمه، دي ضلمه وعدمه. يعني ده يعني ما هو ده بيدوا لنتنياهو، بيقولوا له اعمل اللي انت عايزه ما تقلقش. طب لما انا النهارده كقاتل يجي واحد يقول لي يا عم اقتل كمان زياده، يا عم كسر ما يهمكش، دوس على الناس، دوس على البشر، انا معاك. طب انا ايه اللي يوقفني؟ يعني ايه اللي يخليني انا افكر اني يعني ارجع؟ يعني ما انا بالاساس يعني رايح في طريق ان انا اموت. نعم. واللي جنبي واللي بيساعدني واللي معاه التكنولوجيا واللي معاه الفلوس واللي معاه الدعم واللي معاه النفوذ الاقتصادي واللي معاه النفوذ السياسي بيقول لي لا كمل. طب انا اقف ليه؟ يعني ما الذي يمنع النهارده نتنياهو حين يرى هذه الدول بتقول له كمل واعمل اللي انت، ده ما بتقولوش كمل، يا ريت بتقول له ما توقفش، ده بتقول له لا كمل وبزياده. يعني لا ما فيش مشاكل، يلا 2 مليون يا راجل مش مشكله، 2 مليون خلصنا منهم. حاجه طبعا في منتهى الغرابه، يعني في حين ان مثلا على سبيل المثال. نعم. على سبيل المثال وليس الحصر. نعم. يعني الشعوب بقى الاوروبيه، الشعوب الاوروبيه خرجت عن بقره طبيعه. بريطانيا اول ما بدا طوفان الاقصى اول حاجه عملتها ايه؟ اول حاجه وزاره الداخليه قالت ان من يرفع علم فلسطين في الشارع فهو معادي لبريطانيا ويعادي الامن القومي البريطاني، وادت بيانات وتحذيرات وتعليمات للشرطه التعامل بحزم. فالناس لا يعني امن قومي احنا مش طالبه، يعني خلينا قاعدين في بيوتنا. النهارده بريطانيا كلها في الشارع، وكلها بقى مش بعلم. نعم. فلسطين، ده بعلم فلسطين. نعم. وبعلم حماس. نعم. وبعلم كل الناس.
ومش على فكرة مش الجالية العربية في بريطانيا. نعم. أنا بتكلم على البريطانيين أنفسهم. طيب حاجة غريبة جدا يعني. طب شوف يا سيدي بلاش تسمعني أنا كفلسطيني، اسمع ناسك اللي في بلدك، اسمع شعبك بيقولك إيه. أول ما بدأ الطوفان الأقصى أنا كنت لسه يعني موجود في بروكسل قبل ما أجي على القاهرة، وكنت شايف الإعلام الغربي يعني بيتكلم وبلا كأنه اتجاه واحد بس، إسرائيل لها الحق، إسرائيل لها الحق، إسرائيل لها الحق. ولكن بعد ثلاثة أيام لما ابتدى الناس تشوف دماء الأطفال في كل حتة، ابتدى الإعلام نفسه أصبح لا يجرؤ حتى أنه يتكلم بالطريقة دي. هذا التغير في نبرة الإعلام بعد اللي شافوه بعيونهم غير من الشارع، كل الشوارع الأوروبية بلا استثناء، باريس بكرة هتكون مظاهرات في كل حتة في فرنسا، في كل حتة في فرنسا حكم قضائي. خدوا حكم قضائي عشان ما كانوش راضيين. ما هو قالك ده لا ترفع علم فلسطين تبقى إرهابي. وما قالوش إن ما قالوش حتى اللي يدعم حماس على أنها مصنفة منظمة إرهابية في الدول الأوروبية، اللي دعم حماس يبقى إرهابي. لا ده قالك اللي يرفع علم فلسطين. قال يا جماعة يعني مش باقي لنا حاجة يعني. بس الإعلام في الحقيقة واخد الآن موقف مغاير تماما، أصبح لا يجرؤ على أنه ما يتكلمش وبقوة عما يقوم به نتنياهو. ففي الحقيقة يعني سعيد بأن فكرة مجدي الإعلام الغربي، يمكن أنا كنت بتكلم عليه الأسبوع اللي فات كذا مرة كده، الإعلام الغربي وأيضا اللي هو واخد موقف انحياز تام بعيدا عن حتى اللي هم دايما يقول لك المهنية والحياة وحرية الرأي والتعبير، هو ما عملش حتى ولا حاجة من دول. بالضبط. هو متعود يعني في الحقيقة. أصل هو برضو ضغط سياسي فظيع على الإعلام. وفي الحقيقة أنا يعني بعد 30 سنة عايشة في أوروبا، ساعات كده بلاقي نفسي يعني غم عليا من كتر ما بسمعهم بيتكلموا بطريقة غريبة لا تمت لا من قريب ولا من بعيد بما يسمى بالمهنية، ويقعد يديك دروس في كيف تكون المهنية وكيف يكون الحيادية، وهو لا يمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لأي مهنية ولا لأي حيادية ولا لأي حاجة خالص في الدنيا، ويقعد لازم يديك دروس في الأخلاق. ولكن يعني خلينا نقول أن الدماء التي سفكت اليوم، دماء الشعب الفلسطيني التي سفكت في هذه الفترة، أجبرت الإعلام الغربي خلال الأيام اللي فاتت ديت أن على الأقل يعني يبطل دعمه غير المتناهي لإسرائيل. أصبح مجبر على أنه يوري الصورة الحقيقية. خليني بقى أقول لحضرتك حاجة كمان. أنا بصراحة على المستوى الشخصي كمجدي كمصري انبسطت بيها جدا. الإعلام الغربي بلا استثناء، وبلا استثناء بمعنى كلمة بلا استثناء، لم يتحدث عن ما حدث في مصر أمس بلا استثناء. الكل قال إن يا جماعة مصر عن بكرة أبيها في الشارع لدعم فلسطين. وحين تخرج مصر عن بكرة أبيها بهذا القدر، ده كلام الإعلام بقى الغربي بقى، يجب علينا أن نعلم أن الأمر خطير وأن نفهم أن الأمور لن تمر مرور الكرام. فهم ابتدوا لما شافوا ما يحدث في مصر، الناس ابتدت تقلق، الناس ابتدت تخاف. لا يعني لما مصر تخرج بهذا المنظر يبقى إحنا بأزمة، لازم نتعامل بحكمة، لازم أو بالمعنى بقى البلدي لازم نهدي اللعبة يا جماعة. وده في الحقيقة يعني أنا على المستوى الشخصي وليس على المستوى المهني، كنت سعيد جدا بتأثير مصر والشارع المصري حتى على الإعلام الغربي. مجدي يوسف بشكرك شكرا جزيلا وكل التحية لك أستاذ باسل الكاظمي المحلل السياسي من العاصمة العراقية بغداد. أولا أستاذ باسل مساء الخير، مشرفنا النهاردة قمة القاهرة للسلام، وكان مشاركة عراقية كبيرة جدا. سيد محمد شياع السوداني رئيس الحكومة كانت لي كلمة قوية جدا من الكلمات المهمة النهاردة. كيف تابعتم أيضا هذه القمة والحضور الكبير، وأيضا من القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة تنطلق وتنتهي أعمال هذه القمة لدعم أشقائنا في فلسطين؟ بالبدء تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين. بالبدء قبل أن أبدأ أن أحيي جمهورية مصر العربية شعبا وقيادة
الذي أثبتت إلى الجميع وأثبتت إلى كل العالم بأن مصر تمتلك الشجاعة والإرادة والعزيمة والعروبة الذي لا يمكن أن يزايد عليها أي جهة أو أي معنى أو أي مسمى. فمصر اليوم وقيادتها الحكيمة نعتبرها أعلى وأسمى من كل الصفات، وأثبتت وترجمت ونقلت أروع الصور بالدفاع عن القدس وعن فلسطين وعن كل الوطن العربي وعن هيبة الوطن العربي. إن نتحدث عن كلمة السيد رئيس مجلس وزراء العراقي السيد الشيخ محمد الشياع السوداني، فهي اليوم تعتبر الكلمة نقل رسائل إلى الكثير من الدول، وأهم تلك الرسائل أن لا يوجد شيء شخص أو جهة أو دولة أو قوة سياسية تريد أن تكون هي ولية الدم بالنيابة عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني هو له الحق الوحيد بأن يتنازل عن حقه أم لا يتنازل. فاليوم كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء ليس بجديدة، وأنا أقولها وبصريح العبارة، مصر والعراق ليس بجديد عليهم عندما يدافعون عن وحدة الأمة العربية وعن تلاحم الأمة العربية وعن ثبات وعزيمة الأمة العربية. فهذا ترجمة وأثبت إلى الجميع عن لسان حال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني وعن رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي. فأنا أقولها، ما دام هنالك أمة بها شخصيات أمثال عبد الفتاح السيسي وأمثال محمد الشياع السوداني فلا يمكن الخوف عليها، وسوف يبقى يدافعون عن تلك الأمة. لكن ربما أيضا القمة اليوم تحدثت عن أولا دعم الكامل طبعا لأشقائنا في فلسطين، اتكلمنا على السلام، خيار استراتيجي لكل الدول العربية، الحل الدولتين، ربما الرؤية مرة أخرى طرح حل الدولتين، وبالتالي أنه يبقى فيه دولتين بيعيشوا بجوار بعضهم البعض في سلام. هذا هو العالم العربي كان بيتكلم كده، وربما كمان أحسنت هذه نقطة جوهرية، الذي بأنه بهذه القمة وانطلاقتها من السيد الرئيس جمهورية مصر عندما بأنه ليس فقط أن يكون هنالك تهدئة أو انتهاء إلى هذا القتال أو القمع إلى الأبرياء والعزل، لا، يجب أن يكون هنالك حلول جذرية، لكون اليوم إذا تم بالمباحثات وتهدئة محتمل بعد سنة أو أقل من سنة تعيد من جديد تلك المعارك. فاليوم إرادة السيد السيسي بأن تنهى هذه الخلافات جملة وتفصيلا، ما لك لك وما عليك عليك، وكل يتعامل ضمن الأطر القانونية والقوانين الدولية. فاليوم نقطة انطلاقة هذه القمة كانت نقطة انطلاقة جبارة، والنقاط الذي طرحها السيد رئيس الجلسة هي نقاط شجاعة ونقاط الذي تطمح بها كل الشعوب حتى تعيش بسلام وبأمان. أستاذ باسل الكاظم بشكرك، شكرا جزيلا، المحلل السياسي من العاصمة العراقية بغداد، كل التحية لحضرتك. النهاردة يكون عندنا فقرة حوارية بعد قليل، شرفنا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، نتكلم طبعا عن قمة القاهرة للسلام اللي النهاردة شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة. عزاء واجب لرجل فاضل لواء أركان حرب محمد أمين نصر، مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، خالص العزاء رحمه الله. هذا الرجل المحترم، رجل بمعنى كلمة، هذا الرجل تربطني به منذ أكثر من 10 سنوات علاقة يعني متميزة للغاية. عندما كان أحد قيادات جيشنا العظيم مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ثم بعد ذلك أصبح مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. شفته من مؤخرا، كان في احدى المناسبات، يمكن من 3 اسابيع يمكن او اكتر من شوية شفته، ويعني كنت سعيد انه اشوفه. كان في الندوة التثقيفية، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة. اليوم فوجئت، خبر كان مفاجئ لينا، رحيل هذا الرجل رحمه الله. نعزيه، بنعزي أسرته، بنعزي نفسنا،
بنعزي كل حبايبه، كان رجل على مستوى رفيع، مستوى رفيع من الأخلاق، شوفوش أبدا إلا ويعني بيتكلم كده في قليل الكلام ولكن تقييم وتقدير كبير، عارف قيمة الناس ويعني قوة الناس ووضع الناس. هو واحد من رجال ورموز مؤسسة العسكرية الوطنية العظيمة. هذا الرجل من الناس اللي قدم الكثير لهذا الوطن، أعمال خير كثيرة جدا، دايما نجده في عمل الخير. مرة تانية بعزي نفسي وبعزي كل محبيه وأسرته. النهاردة فضيلة الإمام دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر أيضا نعى الراحل مستشار السيد الرئيس للشؤون المالية اللواء محمد أمين، فضيلة الإمام نعاه دكتور أحمد طيب شيخ الأزهر بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، سيد اللواء بنعي سيد اللواء محمد أمين مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية أمين صندوق تحيا مصر الذي وفاته المنية اليوم. وفضيلة الإمام تحدث طبعا ذكر بالتعاون الفقيد مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته. بكرة هذا الرجل زي ما بقول كده رجل فاضل بمعنى الكلمة، النائب محمد أبو نيوك المجلس النواب أيضا نعى اللواء محمد أمين، واللي طبعا بكلم أخ والصديق العزيز اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ومؤمن صندوق تحيا مصر اللي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص حتى لحظات حياته الأخيرة. فقدت مصر أحد رموز وأبطال المؤسسة العسكرية البواسل، رجلا مخلصا مخلصا عاشقا لوطنه ومثالا يحتذى به خلال مسيرته العسكرية والإدارية. نعزي أنفسنا ونشهد الله أنه كان إنسانا رائعا صحيح والله جدا جدا جدا. اللي ما عرفش هذا الرجل، الرجل ده مش عايز أقول لحضراتكم على أخلاقه وعلى كرمه وعلى محبته وعلى إنسانيته وعلى تواضعه، شديد التواضع والإخلاص، إنسانا رائعا كريم الخلق شديد التواضع ورمزا في التفاني محبا لعمل الخير، جزاه الله عما قدمه خير الجزاء. خلص العزاء لرجال المؤسسة العسكرية البواسل وتلاميذ الراحل ومحبي. مرة تانية بنعزي أنفسنا. نروح يمكن النهاردة ل نخلي بالنا، وأنا يمكن من شوية كنت بتكلم على الشعب المصري العظيم في وقت الشدائد بتجد الشعب المصري، واتكلمت على الخروج الهائل امبارح، وزي ما بقول كده انت بيبقى عندك اوقات بتبقى كاشفة. امبارح ايضا كان يوم مهم جدا، يوم كاشف، يوم كاشف حتى للي عايزين. الشعب امبارح نازل دعم للقضية الفلسطينية، دعم للقوات المسلحة، حافظ على بيته وعلى أرضه وعلى حدودنا وعلى حياتنا. لقينا بعض الناس استغلوا هذا الموقف، أقول بعض الناس يعني بعض الناس اللي هم أصوات يعني مش أصوات معبرة عمرهم أبدا، دول عايز أقول لحضراتكم دول هم بالظبط بالظبط بالظبط. ما خلي بالك دول، ما أنا بقول لك ليه امبارح كان يوم كاشف، يوم كاشف على اللي مين وقت زي كده عايز ياخد مسار اخر فتبقى كشفته بقى. فانت ايضا مهم قوي امبارح تبقى عارف مين نزل امبارح لدعم البلد والقوات المسلحه والحفاظ على الارض والدفاع عن الارض، ومين عايز يختطف امبارح ونزول الشعب المصري. فلقينا العيال هم والله العيال بتوع جماعه الاخوان الارهابيه عيال منهم، وعيال بتوع 6 ابريل وعيال الشراكين ثوريين واناركيين هم بالظبط، راحوا نزلوا وقال لك راحوا التحرير ومش عارف عملوا ايه وهتافات ايه وحاجات زي كده. طبعا حاجات لا يعني لا شيء، حاجه كده صفر يعني، وغير غير لا لا يعني لا تؤثر. ولكن بقول لحضراتكم تخلوا بالكم
وانا امبارح قلتها لحضراتكم الصبح، كتبت على صفحتي على الاكس وقلت خلوا بالكم يا جماعه. ده ما كنتش والله ما كنت يعني كنت متوقع، ما كانش عندي، كنت متوقع انه ده هيحصل. قلت خلوا بالكم انه في بعض الناس هيستغلوا، فوجئت بالكلام ده امبارح حصل. ففي ناس قالوا انت كنت، وقلت لهم لا والله، يعني لان انت بتبقى عارف انه في اشخاص وسطينا هو زي ما بيقول كده كامن عايز ينتهز اي فرصه. ولكن هل ده وقت؟ البلد يعني مشدود على الاخر، الشعب كله مشدود، الشعب كله مع البلد. ولاقي بعض الـ 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 زي ما بيقول كده اثر بعض، زي ما بيقول كده بعض صراصير تخرج عشان عايزه تروج ضد انه الناس قال مش عارف عملوا. لا والله، والله المالين امبارح خرجوا لدعم القوات المسلحه، والله المالين خرجوا لدعم الشعب الفلسطيني، والله المالين خرجوا لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقف الدوله العظيم وقراراتها العظيمه ورفض تهجير الشعب الفلسطيني ورفض توطين اي احد غير مصر في سيناء. شعب المالين امبارح خرجوا عشان كده. فانت لما تيجي عايز تروح، قال يعني راح يهتف في التحرير، رايح التحرير تعمل ايه امبارح؟ هل ده وقت؟ يعني انت هو انت عندك مشكله في دماغك؟ مشكلتك في دماغك؟ راح تشتم في البلد وراح تتكلم على انه الحقوا ادينا عملت ايه؟ ده انت اتفضحت، ده انت فضحت نفسك، ده انت عريت نفسك امبارح. ما هو ده بقول لك امبارح كان يوم كاشف. مين مع البلد ومين عايز يخطف اي حاجه البلد الناس بتعملها؟ طب انت عملت وقلت ان انا خلاص انا هبقى موجود، فجاه كده لا هروح وهعمل وهكتف واعمل مش عارف ايه وتعمل ايه؟ طيب وبعدين؟ بيت فيها ايه؟ وبعد كده تعيط وتقولوا الحقونا؟ طب ما انت اللي عملت في نفسك كده. وتلاقي ناس ايه يطلعوا يدافعوا عنهم، تدافع عن مين؟ بتدافع عن مين؟ بتدافع عن ناس بتعمل عايزه تعمل فوضى؟ واحنا بنتكلم كلنا، بلد النهارده كلها واقفه على يعني قلب رجل واحد، دعم لجيشنا العظيم وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاي شيء يتعلق بامننا القومي وببلدنا وارضنا وحدودنا. بتتكلم انه لا قدر الله ممكن يحصل اي مشكله بكره ولا بعده ولا بعده ولا بعده، وانت جاي تقول لي يبقى انت شاغل نفسك بمشروعك مش مشروع الوطن؟ يبقى انت هنا بتشتغل على مشروع خاص وليس المشروع الوطني. ما المشروع الوطني كله، الملايين دول كانوا مع المشروع الوطني كله من امبارح. اشمعنى انت؟ اشمعنى الشويه دول اللي هم مجموعات اخوان مجرمين معاهم 6 ابريل زيهم بالظبط، معاهم اشتراكين ثورين زيهم بالظبط، دول الثلاث اصناف ليه؟ انت عندك مشروعك الخاص؟ ما الشعب كله امبارح مع البلد. وانت ليه بتدور على مشروعك انت؟ عشان تعمل ايه يعني؟ عشان توصل رساله لمين؟ انك قادر يعني؟ طب وفي الاخر قعدت تدوروا عليهم، والحقوا قبضوا على فلان، والحقوا جابوا فلان، والحقوا خدوا مش عارف علان، ولقيت ناس عماله وناس يقول لك ايوه كويس، طبعا هو اللي يتكلم يخرب في البلد. انت عايز الناس تقول له لا والله برافو عليك؟ ما حدش يقول لك برافو عليك. اللي يقول لك برافو عليك يبقى شريك زيك، واي حد يقول لك برافو عليك شريك زيك بالظبط. في هذه الازمات الشعب كله مع بعض، في هذه الأزمات الشعب كله واقف مع البلد، كلنا حاجة واحدة، مؤيد ومعارض. وإحنا بنعارض في إيه؟ هو ده وقت إيه؟ وقت التكاتف تلاحم؟ هو أنت مش دريان بالحكاية منك ليه؟ هو أنتوا مش شايفين بيتعمل إيه؟ ولا عايزين حد يشرح لكم كل يوم؟ مش بتتابعوا؟ ما دي بلدنا كلنا، ولا بلد حد وحد تاني؟ بلدنا كلنا والله. ده وقت اللي كان امبارح انت المفترض امبارح كنت تظهر، يعني حتى لو اعملها يا سيدي وشوف بقى بتعمل ايه وبتشتغل ازاي وواقف ازاي، يبقى اهو عملت حاجة مفيدة، عملت حاجة كويسة يعني. لكن اللي عليه مش عارف ايه عمره ما يغير ابدا، هو اللي عنده الفكرة واللي عنده الهدف بتاعه، أقصد
اللي عنده المصلحة الخاصة أو المشروع الخاص، اللي عنده أجندة عمره ما هيتخلى عنها أبداً. ممكن يبقى ساكت شوية 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 ولما عايز ينتهز فرصة. بس خلي بالك هتنتهز فرصة في إيه؟ في إيه؟ يا أخي بص على البلد، بص على الناس، بص على العالم النهاردة بيتكلم على مصر إزاي؟ العالم كله بيشيد بمصر إزاي؟ بيشيد بالرئيس عبد الحزيز إزاي؟ بالحكمة المصرية إزاي؟ واللي أنت بتعمله وإدارتك إزاي لهذه الأزمة؟ شوف العالم عمل إيه؟ العالم كله عندك النهاردة. طبعًا ده مزعل ناس كتير بالمناسبة، كتير قوي، يا ده ناس بتموت من ساعة ما قعدنا نكتب ونقول الحقوا ده فلان جاي وفلان جاي والدول اللي جاية، يقول لك معقولة جايين؟ أيوة جم، مش جايين، بنكتب بقالنا كام يوم يعني. هتلاقي ناس داخلين إيه؟ وتلاقي لجان كتيرة قوي الأيام دي. كتيرة جدًا، بتلاقي لجنة. ايه لجنه؟ تلاقي واحد محدش بيعمل، يا دوب هو يا دوب دخل دلوقتي عشان بس يعمل تويته يشتمك او يقول لك كلمتين ويجري. وحد تاني عنده 7، وحد تاني عنده 10، دي كلها لجان. لجان بقول لكم هذه الايام خلوا بالكم، واكيد انتوا كلكم متابعين. لجان مع مخصوص تدخل عشان ترمي الكلام ده. بس احنا متماسكين. فيش حد ابدا يقلقنا. بالمناسبة لجان إخوان وطابور خامس. تاني بقول لكم لجان إخوان وطابور خامس. طب هو أنا غيرت كلامي من 2011؟ ولا قبلها ولا بعدها ولا دلوقتي ولا بعد كده. طول ما احنا هنفضل كده ولازم نبقى شايفين وتبقوا شايفين وتبقوا كاشفين الحكاية. قبل ما أروح للضيفين الكريمين عندنا خبرين بسرعة من حي نجمنا العالمي محمد صلاح. محمد صلاح عمل النهاردة موقف، سجل هدفين النهاردة في مباراة إيفرتون، ضرب جزاء ثم الهدف الثاني. صلاح شوفوا عامل إيه؟ صلاح عامل إيه؟ صلاح اللي عمله صلاح النهاردة الرسالة وشارة سوداء حدادا على شهدائنا في فلسطين. محمد صلاح لما بيسجل هدف له احتفال وطريقه في الاحتفالات ما عملهاش النهارده. ايضا تضامنا مع اشقائنا في فلسطين. هذا هو ابن مصر. هذا هو محمد صلاح. هو ده محمد صلاح. محمد صلاح هو اللي بيقرر وهو اللي بيعمل، ما حدش بيقول له يعمل ايه. اللي عمله النهارده، شوف محمد صلاح النهارده عمل ايه. الفيديو اللي عمله من كام يوم لدعم اشقائنا في فلسطين ودعم القضيه الفلسطينيه عمل مشاهدات يمكن تقرب من 200 مليون في خلال يمكن يومين ثلاثة. هو ده محمد صلاح، أيقونة محمد صلاح. اللي عمله النهاردة عايز أقول لكم الإعلام الإسرائيلي الصهيوني عمال يهاجمه بشدة النهاردة، هجوم شديد جدا على محمد صلاح. طيب فمحمد صلاح يحتاج إن احنا نعمل إيه؟ ندعم محمد صلاح، عشان اللي عمله محمد صلاح ده يعبر مش عنه هو، يعبر عننا كلنا، يعبر عن مصر والعالم العربي كله والعالم الإسلامي. يعني محمد صلاح النهاردة هو تعبير حقيقي عن مواقفنا كلنا كشعوب، عن 400 مليون مواطن في العالم العربي ومليار و 2 مليار مسلم. دعم القضية الفلسطينية، دعم لأشقائنا ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني. فمحمد صلاح النهاردة دي الرسالة بتاعت هذا النجم العالمي ابن مصر، وهو فخر لينا كلنا، فخر مصر وفخر محمد صلاح، فلازم نحييه. جمهور ليفربول عايز اقول لكم في رافعين علم فلسطين في المدرجات، عشان مين؟ عشان محمد صلاح. علم فلسطين شايفين في المدرجات عاملين ايه؟ ودعم غزه والدعم لغزه والانقاذ غزه. هو ده جمهور ليفربول. لا عشان مين؟ دي بعد محمد صلاح بدعم محمد صلاح دعموا فلسطين، معاه دعم لمحمد صلاح، دعم للشعب الفلسطيني، دعم لغزة. فلو انت النهاردة بتشوف قد ايه تأثير محمد صلاح وحجم هذا التأثير اللي احنا بنشوفه النهاردة، هو ده محمد صلاح. ده واحد من اهم، انت بتكلم على قوة ناعمة، محمد صلاح قوة الناعمة اللي هو التأثير العالمي. محمد مش تأثيره بس، محمد تأثيره حول العالم، الدنيا كلها تعرف صلاح. صلاح بيكتب تويته او يعمل
زي النهارده اللي عمل ده، العالم كله يتكلم عليه، الاعلام الدولي كله يتكلم عليه، ولكن يتعرض لهجوم منين؟ الاعلام الصهيوني. طبيعي طبيعي، الاعلام الصهيوني اكيد مش هيتكلم على صلاح الا بالسلب، وهم عمالين يطالبوا ولازم تحاسبوه وبيطالبوا بمحاسبه محمد صلاح. لا، محمد صلاح عبر عن 400 مليون مواطن عربي و2 مليار مسلم، كل دول ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ومحمد صلاح بيدي هذه الرساله. طب ما النهارده قاد العرب ما عملوا كده، النهارده كان رسائل الدعم الكامله. فكل التحيه لنجمنا وابننا الجميل ونجم العالمي محمد صلاح، وله كل التحيه والدعم الكبير لمحمد صلاح. كل التهنئه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. نادي الزمالك امبارح عمل انتخابات متميزه للغايه. شوف نادي الزمالك، هي دي الانتخابات، لا في مشكله ولا خناقه ولا حد بيتكلم مع حد ولا حد بيعمل ولا شيء. تمت الانتخابات في المشاحنات العاديه، في المشاحنات العاديه اللي هي عاديه يعني، بس مش ايه، مش بقى اتهامات ومش عارف مين بيعمل، لا 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 خالص. فكل التحيه كابتن فاروق جعفر مع استاذ عمر هريدي، يعني كان امبارح بقول لحضراتكم يتقابلوا مع بعض كله بيسلم على بعض، كان في روح جميله جدا امبارح في نادي الزمالك في الانتخابات. بحيي جمعيه العموميه لنادي الزمالك، امبارح 22,000 امبارح راحوا امبارح قدموا قضيه جمعيه حقيقيه. بالمناسبه رفضوا الميزانيه بتاعه المجلس السابق. ليه؟ رفضوها الجمعيه العموميه، الجمعيه دي تروح لفين؟ الجهاز المركزي المحاسبات، وتولى شؤونه جهاز المركز المحاسبات. تم رفض امبارح الميزانيه من الجمعيه العموميه امبارح نادي الزمالك. تاني، فكل التهنئه للكابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. اتعمل امبارح وكان معانا الكابتن حسين لبيب قبل شهرين من فتح الباب للانتخابات. وقتها هنا على الهوا كشف معايا، قال انه انا بجهز قايمه. يا كابتن حسين ده لسه، قال لا لا بجهزها كده يا كابتن حسين، قال لا بجهز القايمه واعلن خوضوا الانتخابات في هذا البرنامج. ما كانش يتكلم في اي حته، وقال اول مره يتكلم على قايمه. القايمه دي نجحت امبارح بالكامل، عايز اقول لكم نجحت بالكامل القايمه النهارده. القايمه امبارح ما فيش حد يعني، لدرجه على مقعد نائب الرئيس ما بين الكابتن هشام نصر واستاذ هاني العتالي امبارح، يعني اخر صندوق يمكن او اخر صندوقين هما واحد الاول والتاني يعني. وعايز اقول لكم هاني العتالي امبارح اول واحد قدم تهنئه لكابتن هشام نصر. هو ده نادي الزمالك يا جماعه، هي دي الروح، لازم ترجع كده، وده اللي يبقى في نادي الزمالك، تعود الروح مره اخرى. مبروك كابتن حسين لبيب وكل اعضاء مجلس الاداره، روح جديده، مجلس اداره جديد، يلا ابداوا. يمكن النهارده اعتقد نادي الزمالك كمان النهارده زي ما احنا بنشوف كده، طبعا الجمعيه العموميه وروح جديده، طبعا كابتن حسن شحاده كان مع كابتن فاروق جعفر امبارح ومسانده كبيره، وطبعا كابتن فاروق كان معانا يوم الثلاث اللي فات، ولكن ما يعني ما خدش الاصوات اللي هي المفترض. كابتن حازم امام، مهندس ممدوح عباس، عايز اقول لحضراتكم هاني بيرزي، هاني شكر، يعني كل كريم حسن شحاده، في ناس ما كانتش بتدخل نادي الزمالك، رموز نادي الزمالك ما كانوش بيعرفوا يدخلوه، كانوش بيدخلوه. امبارح شفت رموز نادي الزمالك والجنايني وعمرو الجنايني وكل ما كانوش بيروحوا، تخيل، وعيله العدل كلها، تخيل حضرتك ما كانوش بيعرفوا يدخلوا النادي، ما بيروحوش. امبارح كان يوم في حب نادي الزمالك، كل الناس اللي ما كانتش، في ناس بقالها سنين ما دخلتش نادي الزمالك راحوا امبارح. خلي بالك هي دي رساله ايجابيه، رسالة إيجابية. نيرة الأحمر امبارح خدت أعلى أصوات تحت السن، تجاوزت تقريبا 14,000 صوت، وكابتن أحمد سليمان أعلى الأصوات فوق السن أكتر من 15,000 صوت. بقول لكم روح جميلة جدا في نادي الزمالك امبارح. فاصل ثم الضيفين الكريمين نتحدث عن قمة القاهرة للسلام. هو الحدث الأهم
قمة القاهرة للسلام والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة. إيه اللي بيتم؟ ملف مهم جدا، العالم كله النهاردة اتكلم على مصر، اتكلم على هذه القمة. نتائج القمة، مشاركة قادة زعماء مختلف الدول التي وجهت لها الدعوة موجودين النهاردة على أرض مصر. رحب بضيفين الكريمين دكتور طارق فهمي، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. دكتور جهاد الحرزين، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. أبدأ من عند حضرتك، تابعت القمة إزاي؟ أهمية هذه القمة الآن، دعوة مصر خلال وقت سريع، استجابة دولية، منظمات أممية، مختلف دول العالم، دول دائم الأعضاء في مجلس الأمن موجودين، دول عربية موجودة، شفت هذا الأمر إزاي؟ يعني في البداية كل التحية لكم على هذه التغطية وهذه الجهود، والتي دائما مصر عودتنا بأن تكون حاضرة في مساندة الشعب الفلسطيني ضد أي عدوان وفي كافة القضايا، لأن مصر هي ذات الأيد البيضاء على القضية الفلسطينية. ما جرى بحالة من الحنكة والحكمة والذكاء لدى القيادة المصرية ولدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحرك منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على الشعب الفلسطيني بعدة مسارات، لم يقتصر تحركه على مسار محدد متعلق بالمسار الإغاثي أو الإنساني أو حتى وقف إطلاق النار، بل كان لديه رؤية استراتيجية تتمثل بضرورة عدم معالجة أعراض المرض فقط، وإنما يجب أن يتم معالجة المرض المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي. من هنا كان التفكير الاستراتيجي لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كيفية أن نطلق ثلاث مسارات في وقت واحد وفي آن واحد. المسار الأول متعلق بضرورة وقف إطلاق النار، المسار الثاني متعلق بضرورة إدخال المواد الإغاثية والإنسانية والطبية في ظل المعاناة التي يعيشها غزة. الشعب الفلسطيني وخاصة الكارثة التي حلت وليس ستحل وإنما حلت على الشعب الفلسطيني. والمسار الثالث هو كيفية اختراق الجدار الذي تجسد أو بني من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة في وجه عملية السلام، وهذا كان بحاجة إلى حاضنة إقليمية ودولية لهذه الرؤية التي كانت لدى القيادة المصرية في كيفية تنفيذها وفي كيفية خلق آلية ضغط وإيجاد خارطة طريق نحو إنهاء الاحتلال ونحو إنهاء الصداع المزمن في المنطقة والمتمثل بهذا الاحتلال، لأن في كل فترة زمنية يكون هناك عدوانا ونعود كما بدأنا. نعود من جديد إعادة إعمار، نعود من جديد لعملية التدمير. لذلك كانت الرؤية بضرورة إيجاد الحاضنة الإقليمية والدولية في ظل أن في البداية، بداية الأحداث من يوم 7 أكتوبر، كان هناك تغيرا في المزاج والرأي الأوروبي والأمريكي باتجاه توجيه كل سهامهم باتجاه الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. لذلك كان لابد معالجة القضية من أساسها أو توجيه البوصلة بالاتجاه الحقيقة وبالاتجاه الصحيح نحو وضع الحقائق على الطاولة بأن الاحتلال هو سبب هذا الانفجار. طيب روح للدكتور طارق كمان ناخد قراءة حضرتك وبعدين هندخل تفاصيل قمة اليوم. هو طبعا كان مهم قوي حضرتك ان احنا نعمل القمة لجملة من الاسباب. في رواية اسرائيلية بدأت من يوم 7 اكتوبر بخاص بما جرى، جزء منه هو طبعا كما تعلم حضرتك تغيير قواعد الاشتباك ومحاولة لتغيير ما جرى في مسار الصراع العربي لسنوات طويلة. هذه الرواية كان فيها نوع من الانحياز للموقف الاسرائيلي وطبعا الولايات المتحدة والقوى الغربية مقابل موقف عربي قادته مصر في اتجاه تحريك البوصلة وتصويب مسار ما جرى، على طبعا موضوع رفض ما جرى بالنسبة للتعامل مع قطاع غزة والتعامل مع الملف الفلسطيني. القاهرة نجحت بمهارة في أمرين. الأمر الأول هو محاولة تغيير هذا المسار، بمعنى أنها تحدث نوع من التوازن في المواقف. يعني النهاردة القمة، أنا في تقديري القمة نجحت أستاذ أحمد قبل أن تبدأ. يعني من امبارح كانوا يسألونا قمة وأعمالها وفعالياتها ونتائجها، هي نجحت قبل أن تبدأ. بمعنى ليه؟ أنه في توقيت له دلالته استحضرت العالم إلى مصر، وبالتالي ده مهم جدا. أنه يطلع الأمين العام للأمم المتحدة من معبر رفح ينقل رسالة مهمة تستحضر كل القوى الدولية والإقليمية. مش هقف قدام مين حضر ومين ما حضرش، لا ده أنا بتكلم في حدث دولي إقليمي له دلالته. تحليل مضمون كلمات كل رؤساء الوفود هو تأكيد على الثوابت اللي أطلقتها مصر، ودي نقطة مهمة يجب أن ندركها في هذا التوقيت، أن القاهرة
حركت البوصلة لمحاولة إحداث نوع من التوازن في الرؤية التي حدثت للقوى الغربية والولايات المتحدة في الحياز لإسرائيل. اليوم العالم تكلم على القضية الفلسطينية، نعم. إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية، القضية حل الدولتين طبعا، فكرة حل الدولتين، لأنه القضية الفلسطينية أصبحت قضية منسية أستاذ أحمد، نعم. كنا أن نعترف بهذا، وبالتالي أمعن الجانب الإسرائيلي في محاولة لتغيير ملامح القضية الفلسطينية على الأرض، مش مجرد عمليات اقتحام في المسجد الأقصى، نعم. لكن محاولة تغيير وقائع الصراع العربي الإسرائيلي. اليوم القاهرة نجحت ونجحت بمهارة، مش عارف قدام بعض الحاجات، لانه في مهم جدا الناس تعرف انه القضيه مش باين ختام يطلع، المواقف كلها تبقى متوحده، انه لابد ان احنا نتفق على قواسم مشتركه. الاداء المصري النهارده اداء مبهر، يؤكد لحضرتك ان الدوله المصريه استكمال لكلام اخي الدكتور جهاد، تؤكد لديها امكانيات، لديها قدرات، إذا أرادت أن تفعل فمصر تفعل. مصر هي نقطة الارتكاز لما يجري وسيجري. مش عايز اتكلم في جزئيات، احنا بنتكلم على عموميات بقى يا استاذ احمد. اداره الملف دكتور طارق وحاجه بتتكلم، اداره الملف من اول لحظه لحد النهارده، ادارته سواء على الارض او ادارته عبر اتصالات او عبر لقاءات مباشره، وكمان قبل ما نروح للدكتور جهاد، حتى في لقاءات انت بتذاع على الهواء، ودي ما كانش اصلا اشوف حضرتك بيحصل. هو ليه يا استاذ احمد يعني كان ليه لقاء السيد الرئيس مع وزير الخارجيه الامريكي بلينكن يتقال هذا الكلام؟ لانه مصر لا تتعامل بانصاف حلول واشباه خيارات. ان الاوان ان احنا نضع النقاط فوق الحروف، ان مصر بتتحرك اليوم بمسؤوليه قوميه كبيره، قياده، حكومه، شعب، نعم. يعني في جزء من المنظومه اللي هي بتتعمل دلوقتي، هذا ما جرى، اعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للواجهه الدوليه. لا نريد احد ان يزايد علينا، احنا عارفين بنعمل ايه. مصر الدوله الكبيره بمؤسساتها بقيادتها بشعبها كيف تتعامل مع القضيه الفلسطينيه. وانا اعتقد الاشقاء الفلسطينيين اللي عايشين معانا في مصر واللي احنا بنتواصل معاهم مدركين لطبيعه ما تقوم به مصر في هذا التوقيت. طيب دكتور جهاد، ربما عاده ومش جديد، شفنا الكلام ده في 2008 وحتى 2006 واحنا جايين، انه اي حاجه يحمل مصر مسؤوليه يقول لك معبر رفح. معبر رفح ليه بوابتين، بوابه عندنا وبوابه عندكم الناحيه الثانيه. احنا المعبر عمره ما اتقفل، ما بيتقفلش، وهذه الفتره ما اتقفلش المعبر. محاوله تحميل مصر اي شيء انه مصر، في حين ان انت على الارض وحضرتك بتتكلم والعالم كله شايف مصر بتعمل حركه غير مسبوقه على الارض، واتصالاتها الدوليه اللي ادت النهارده تستضيف العالم كله عندك. يعني في هذا السياق نحن ندرك جيدا محاولات التحريض لتأليب مصر على القضية الفلسطينية، لأن مصر تاريخيا هي تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتعتبر القضية الفلسطينية قضيتها، نعم. الأولى، نعم. بالإضافة إلى أن في كافة المحافل لم يترك الرئيس، القيادة السياسية المصرية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يترك منبرا دوليا او اقليميا حتى داخليا، نعم. حتى وهو يخرج طلاب الكليه الحربيه وكل طلاب، نعم. كليه الشرطه، كانت القضيه الفلسطينيه، نعم. حاضره. هذا الامر الذي اوجع الاحتلال في محاوله نقل حاله من التاليب، وهذا ما لمسناه من بعض الدعايات او بعض الاشاعات المغرضه التي خرجت، كاشاعه انه مقتل 6 اسرائيليين في سيناء وغيرها من القضايا. القضيه الثانيه هي قضية فكرة التهجير التي حاولتها. أعود إلى جزئية المعبر. المعبر مصر لم تغلقه نهائيا على مدار التاريخ، بل هو بوابة مفتوحة للشعب الفلسطيني للدخول إلى مصر والانتقال، نعم. إلى العالم، نعم. وهو ما تم التأكيد عليه، وليس فقط هو كان بحاجة لتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل هي حقيقة، نعم. واقعة لا مجال للمزاودة أو لا مجال للحديث، نعم. الذي قصف المعبر ودمر الطرق المؤديه الى المعبر هو ناحية فلسطين، هو معبر فلسطين، الناحيه الفلسطينيه، نعم. هو جيش الاحتلال الاسرائيلي هو الذي قصف الطرق حتى لا تدخل المساعدات او حتى لا يتم السماح تعطيل، هو كان محاوله تعطيل. المعبر كان يعمل يوم الاثنين، كان يعمل يوم الاحد ويوم الاثنين، ولكن ماذا الذي حدث؟ قصفت الصاله الخارجيه للمعبر من الجانب الفلسطيني، وتم عوده كافه المسافرين الذين كانوا يرغبوا بالانتقال الى مصر. القضيه التي تبحث عنها او تحاول تصديرها حكومه اسرائيل، حكومات الاحتلال بشكل كامل، هو كيفيه خلق حاله من شق في الصف
العربي وخاصة العلاقة المصرية الفلسطينية، لأننا ندرك جيدا بأن هناك المحور الفلسطيني المصري الأردني، والذي هو متمثل بمجموعة اللقاءات والتشاور الكامل المستمر ما بين القادة واللقاءات القمة المتتالية ما بين القادة بتنسيق المواقف. هذا الأمر الذي كانت تريد الدخول من خلاله لشق وحدة الصف. جاءت إلى قضية التهجير. أيوة، قضية التهجير تبنتها أمريكا وإسرائيل. قضية التهجير الدعوة للمواطنين من شمال قطاع غزة ومدينة غزة للانتقال إلى الجنوب. هي فقط تريد المزيد من الضغط تحت ما يسمى بنظرية طنجرة الضغط الذي يتحدث قد يتحدث عنه الدكتور طارق في هذا الموضوع، بضغط المواطنين بعمليات القصف وعمليات القتل والتدمير حتى لم يجدوا سبيلا أمامهم سوى ماذا؟ سوى الحدود المصرية أو المعبر، لأن البحر من خلفهم ولا يستطيعوا القدوم إلى ذلك. لكن كان هناك موقفا مغايرا، أولا عبرت عنه مصر، وثانيا تمسك بالشعب الفلسطيني بأن لا مجال لعودة نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. هذه النكبة المستمرة منذ عام 48 ولم تحل قضية اللاجئين، لذلك لن نكرر نكبة جديدة حتى لو دمرت كافة المباني أو قتل الشعب الفلسطيني، لن يتخلى عن أرضه لأنه لن يعيش في خيام. وهذا الأمر الذي أسقط مسبقا مشروع روجرز في الخمسينات، مشروع جورا آيلاند في السبعينات، والذي كان يدعو إلى إقامة وطن بديل، وأسقط صفقة ترامب الذي جاء بها كوشنر في ورشة المنامة وقال بأن الدولة الفلسطينية قطاع غزة وجزاء من سيناء. كان الموقف الرسمي الفلسطيني والشعبي بأن الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وليست على أجزاء من سيناء، لأن سيناء أرض مصرية وسيادة مصرية ولا يمكن أن نقبل بهذا الأمر. هذا الأمر الذي تحاول الولايات المتحدة، تم التأكيد على ده من كل القادة اللي في من كل القادة، لأن فكرة الوطن البديل إذا مررت في مصر ستمرر بالأردن وستشطب القضية الفلسطينية. لذلك كان الموقف الرسمي المصري والموقف الأردني والموقف العربي يؤكد على أن لا هجرة جديدة للشعب الفلسطيني. والتقط كلمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق خطابه بأن بما معنى أو قرعة ما بين السطور بأننا لن نخضع لابتزازات أو لإغراءات سواء كانت مادية أو ابتزازات سياسية أو مادية أو محاولات داخلية للتأثير على الوضع الداخلي في مقابل أن نسمح بتهجير الفلسطينيين أو بالقبول بالفلسطينيين على أراضي سيناء. وهذه كانت الرسالة التي وجهت للولايات المتحدة الأمريكية وإلى بريطانيا والعديد من الدول بأننا لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني إلى أراضه. وكانت على سبيل أتاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع شولتز المستشار الألماني وقال إذا أرادت إسرائيل أن تهجر فلتهجر إلى أراضي النقب. وهو كان يقصد هنا ماذا؟ هناك اتفاقات موقعة ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين كانت تنص على أن يكون هناك دولة فلسطينية وأن يكون هناك جزءا من تبادل الأراضي، وكانت مطروحة قضية النقب في تبادل الأراضي مقابل بالقيمة وبالقيمة وبالقدر وبالقيمة. هذا الأمر الذي أراد برسالة غير مباشرة إيصاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، لماذا لا يتم تنفيذ الاتفاقيات وتنهى هذه القضية بمعالجة القضية من جذورها وليس بأعراض القضية أو بما ينتج عن القضية، لأننا في كل مرحلة زمنية سنعود إلى ما نحن عليه. دكتور طارق، حتى لا نعود إلى الوضع الحالي وإحنا كل سنة وكل كم شهر يحصل دوريا عدوان وشغالين وضحايا وشهداء وتهجير وتدمير ويحصل نفس المشكلة، إزاي النهاردة القضية دي تبقى زي ما هي بقت النهاردة على قمة القاهرة؟ كل العالم بيتكلم على حل الدولتين، حل الدولتين، الصراع من حل الأزمة من جذورها زي ما بنقول كده. شوف، أنا بس عايز أفضل الشباك في بعض النقاط ونوضح نقطة للناس. هو في طبعا الكلام اللي اتقال حوالين مراحل ما عرف باسم مشروعات تبادل الأراضي ومشروعات تقاسم الأراضي، ودي مشروعات أكاديمية ومشروعات شبه نظرية في إطار فك وتركيب مناطق جديدة في الشرق الأوسط، وجزء منها كرروا جنرالات كبار في إسرائيل لسنوات طويلة. هذه الموضوعات بيعاد تدويرها الآن في مشروعات مطروحة لشكل الدولة الفلسطينية. هو هيحصل تبادل ما بين، عشان نوضح بس للرأي العام، انك انت هتحصل تبادل
تبادل أراضي ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. لا يوجد إلا مصر خارج هذا السياق والأردن خارج السياق. الأردن كان فكرة الوطن البديل كما تعلم حضرتك. نعم. وإحنا بالنسبة لنا هذا الموضوع مغلق من سنوات طويلة. يعني حينما طرح في الثمانينات كان للأمانة تقتضي أن نقول إنه كان مغلقا تماما ولم يفتح. بيعاد تدويره ليه؟ لأنه في كل أزمة مع الجانب الفلسطيني داخليا مع إسرائيل يتقال إنه في فراغ في سيناء، في فراغ في كذا. الاستهداف لسيناء ليه؟ لأنه بالأساس هناك مخاوف من إسرائيل تجاه مصر، ودي بقى لازم بعيد عن الفلسطينيين. يعني جزء منها إنه مخاوف من قدرات الجيش المصري، وبالتالي هو بيكلمك على إنه في جزء من ده مخاوفه لماذا يتسلح الجيش بهذه الصورة. ليه الجيش تحول في الجيش المصري في السنوات الأخيرة لجيش وفق تقارير جلوبال فاير وراند والاي ان اس اس، تقارير الاستراتيجيه اللي احنا بناخد منها معلوماتنا، الى جيش مصنف دوليا له مكانه وترتيب دولي وما الى ذلك. فده القلق الاسرائيلي، ده القلق الاسرائيلي الاساسي بالاساس. هي الجيش المصري، قوه الجيش المصري وقدره الجيش المصري. وما انت حققت النجاح الكبير في سيناء. نعم. وانهيت الارهاب بصوره كامله ونشرت الجيش المصري في كل ربع سين، عشان الناس بس ما تقعدش تقول لنا لسه في ألف وبه وجيم ودال. خلاص الكلام ده غير. انتهى، مفيش. النهارده الجيش في منتشر في كل ربع سين. الخوف الأكبر الآن من إسرائيل من وجود الجيش المصري في منطقة دال اللي هي جوه إسرائيل. هم حتى كانوا بيقولوا نتنياهو في مراحل معينة أنك استحضرت الجيش المصري على مقربة من إسرائيل. ففي جزء من إيه؟ انه احنا اصبحنا الان في سيناء واقع كبير امكانيات وقدرات. عملت عمران، عملت رفح الجديده، بتغير في كل ملامح الدوله كلها شغل. فبتغير كل اللي حاصل، مطار دولي ومينا وعمليه عمران رهيب. كامله. ففي جزء مما يجري مطار العريش، جزء بقى مما هو يجري الان هو خلفيه ما يجري، وده امر مهم. لانه احنا بنقول الموضوعات القديمه بتاع تبادل الاراضي ومشروعات اقامه دوله فلسطينيه في سيناء ده كلام قديم. الخوف الاكبر والخطر الاكبر هو جاي من هذه النقطه. النقطه بقى الثانيه وهي الاهم هي فك وتركيب شكل التحالفات في الاقليم. بكلمك النهارده الجنرالات في الجيش الاسرائيلي وهو جيش بيواجه ازمه حقيقيه. آخر ست شهور حصلت تعيينات جديدة في الجيش، رئيس أركان جديد، رئيس جهاز أمني داخلي شباك جديد، رئيس استخبارات عسكرية جديد. ففي مجموعات كبيرة في الجيش الإسرائيلي. ده يفسر لك ليه النهاردة هذا المستوى العسكري بيصعد في حرب غزة. هذا الجيش يريد أن يبني مجدا جديدا للدولة، عايز يقول إحنا بنعيد هيبة الدولة. لأن أول مواجهة حقيقية لوزير دفاع هاوي، هو كان قائد منطقة جنوبية بالمناسبة من 10 سنين، فلسه بيتكلم فهو كان قائد منطقة جنوبية. فهو عارف يعني إيه. لكن عندك رئيس أركان، عندك رئيس جهاز أمني داخلي، عندك رئيس الاستخبارات، كل قادة أجهزة المعلومات ناس جديدة، تعيينات فيه وتشكيلات خلال 6 شهور. ضيف على ده بقى حاجة أخطر من ده، إن الجيش بيشهد عملية أكبر عملية تحديث في تاريخه، كان مفترض هتنتهي في نوفمبر 2024 الجيش الإسرائيلي. فحصلت حادثة الجندي المصري، ثم حصلت الموضوعات المتتالية في اختراقات الحدود، وحصل ما جرى يوم 6 أكتوبر. النهاردة 7 أكتوبر، فالنهاردة عندك أزمة، أزمة هيكلية. الجندي ده اللي ادى الحكاية، اللي دخل جوه عمل ودخل وعمل. فقال لك انت بطاريات القبة الحديدية واحد فرد واحد، وده شخص واحد دخل وعمل. عمل فكل الانكسارات دي تفسر لك حاجتين يا استاذ احمد: التصعيد العسكري في العمليه لاعاده الهيبه واطاله المدى بتاعها، الوقت. الحاجه بقى الثانيه والاخطر هو ايه؟ محاوله تصدير الازمه لحضرتك لمصر. ليه مصر؟ لاشغال مصر بكل ما نتحدث فيه. القضيه مش ترانسفير. مين قال ترانسفير؟ ما احنا القوات المسلحه تقدر تحمي حدودنا وحدود دول عربيه، فبالتالي ما تناقش في دي. انا بتكلم في ايه؟ انه هو عايز يصدر لك مشكله، عايز يقول لك ادفع ثمن السلام. احنا دفعنا ثمن السلام يا استاذ احمد، ونريد ان نذكر اشقائنا العرب ان احنا دفعنا مره، دخلنا في حروب وبعدين دخلنا في مفاوضات واستعدنا كامل اراضينا، في حين بعض الدول العربيه لا تزال اراضيها محتله. ومش عايز يعني نحرج بعض في هذا الاطار، لكن في جزئيه مهمه انه مصر دفعت ثمن السلام خلاص، واحنا دفعنا تكلفه عاليه. النهارده مش هندفع تكلفه ثانيه، والامانه تقتضي ان نقول ان الاسرائيليين هم مدركين الخطر الاكبر من مصر. مصر هي دره التاج في الاقليم، استقرار سياسي، استقرار امني، فبالتالي واستحقاقات بتتم، وبلد واقفه بحسابات القوى الشامله تعمل الدوله المصريه. طيب قبل، عشان لازم حسابات القوى الشامله تعمل الدوله المصريه. حسابات القوى الشامله دي ايه؟ ده شعب
أيوة. قيادة طيب. حكومة مؤسسات راسخة واقفة على الأرض، كل ده يزعج إسرائيل، وبالتالي إسرائيل لازم تصدر لك أزمة. النهاردة شايفة مصر قلبها نابض، التظاهرات اللي خرجت وبتأيد السيد الرئيس مبارح. وبتقف هم القلق الأكبر والفزع الأكبر في إسرائيل من هذه الصورة اللي حضرتك بتشوفها، اللي انت حضرتك بتشوفها. هم مش عايزين ده، مش عايزين كده. الرئيس النهاردة قال قبل ما نروح للدكتور جهاد، قال لك انه عايزين المنطقة دي مش عايزين فيها استقرار. قال ليه مش عايزين هذه المنطقة تكون مستقرة؟ وهو بيقول الكلمة الرسمية النهاردة. ليه استقرار؟ لأنه إذا استقر الإقليم، هناك حسابات كثير. ناس بتسأل طب إذا كانت الولايات المتحدة والقوى الغربية هتستمر في هذه الصورة داعمة لأمن إسرائيل. يعني إسرائيل لها أمن وإحنا ملناش أمن. الأمن للجميع. إذا أردت أن تبني أمنا في الإقليم هيبقى أمن للجميع، مش أمن إسرائيل. طب ما أنت عندك مبادرة عربية طرحت هذه المبادرة، ماذا تعاملت معها من إسرائيل؟ من 2002 لحد النهاردة. وبالتالي والأشقال الفلسطينيين قدموا حلول كثيرة وقدموا تنازلات كثيرة الفلسطينيين. وبالتالي النهاردة الولايات المتحدة وهي قوة للأمانة تقتضي أن نقول قوة لا تعرف قواعد الإنصاف والعدل، لا تتوقع خيرا من الإدارة الأمريكية، لا تتوقع خيرا من الاتحاد الأوروبي. هذه قوة لا تريد استقرار لا مصر. وأنا عايز أفكرك قبل الأحداث دي بيومين ثلاثة، مش الولايات المتحدة والكونجرس استقطع من مصر 235 مليون دولار قبلها بيومين؟ كان إيه البرلمان الأوروبي بيقرر السخافات المتتالية ده قبلها بيومين. فأنت بتتكلم في إيه؟ في خلفية لما يجري. وبالتالي إحنا النهاردة واقفين على أرض راسخة، الدولة، مؤسسات، القيادة السياسية، وداعمين للحق الفلسطيني. الحق الفلسطيني بمساندة شعبية، بالتأكيد، بمساندة شعبية متكاملة. فاصل ثم أعود والضيفين الكريمين. كلام مهم. هو مش عايز يكتب عليه تبقى انت مستقر، وقال لك الخوف الاصلي مش كل بيتقال، الخوف الاصلي ليه الجيش المصري قوي، هو ده. اقف عند النقطه دي وركز فيها وتعرف حصل ايه من 2014، ولما كان الناس بتسال هو ليه بسلح الجيش عشان ده. بعد الفاصل. أرجع مع حضراتكم وضيفين الكريمين. دكتور جهاد، ربما دكتور طارق كان بيتكلم على الأهداف اللي حصلت وعلى المخاوف الإسرائيلية. أمريكا وهي جاية بأول أسطول أو حاملة طائرات إيزنهاور، ثم حاملة جيرالد فورد، ثم إيزنهاور، ثم بريطانيا تبعت كمان فرقاطات ولا مدمرات ولا كل ده عشان إيه؟ عشان حماس؟ ولا في هدف أكبر ما وراء حماس أو وراء هذه العملية؟ لا، أعتقد بأن هناك نظرة أخرى للإقليم. هي ليست فقط حماس أو المطلوب حماس، وإنما قد تكون حماس هي ضحية أو الشعب الفلسطيني ضحية لمتغيرات جديدة في الإقليم تحاول رسمها في المنطقة. لأن المدقق في كلمة نتنياهو عندما قال بأن سيكون هناك وجه آخر أو وجه جديد للشرق الأوسط وجه جديد. ماذا يقصد بذلك نتنياهو؟ القضية ليست القضية الفلسطينية فقط، وإنما هو كيفية خلق تحالفات جديدة وإعادة رسم خارطة المنطقة. بعدما فشلوا فيما يتعلق بمشروع برناند لويس في عام 83، ومن ثم جاءت كونداليزا رايز، ومن ثم الفوضى الغلاقة ومحاولة تقسيم المنطقة، تحدثت هيلاري كلينتون في كتابها خيارات صعبة، وقالت بأن مخططنا فشل في تقسيم المنطقة نتيجة التحام الجيش المصري مع الشعب المصري. هذا الذي أوقف المخطط الذي كان يريد تقسيم المنطقة العربية إلى 51 دولة. لذلك هم تراودهم بعض الأفكار في كيفية إعادة المخطط أو إعادة الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة نحن في ظل حالة من التصارع الآن على من يقود العالم أو فكرة تعدد الأقطاب. تعدد الأقطاب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخرج من الشرق الأوسط أو ربيبتها بداخل منطقة الشرق الأوسط، تريد أن تضمن لها مكانة عليا، وهي بمجموعة من المخططات الكبيرة، سواء بمخطط ترامب أو ما بعد ذلك، في كيفية أن تقود إسرائيل منطقة الشرق الأوسط بأموال واقتصاديات عربية، وهي بالتكنولوجيا أو بالتقدم الذي لديها، أو كما باعت الوهم لبعض الدول بالمنظومة الأمنية أو بالتطور الأمني على أنها قادرة أن تحقق الأمن للمنطقة، بالإضافة للمخططات الأخرى التي تنوي عملها. لذلك انتفض الغرب، انتفضت الولايات المتحدة الأمريكية لتفتح جسرا جويا بالمقاتلين، بالجنود، وبريطانيا من ثم بعدها. امبارح طلب لهم 100 مليار دولار.
اوكرانيا واسرائيل دعم مش كده بالظبط في اليوم الاول للعمليه 8 مليار في اليوم الاول للعمليه 8 مليار دولار وفتح كافه مخازن الاسلحه في منطقه الشرق الاوسط تحت تصرف اسرائيل بالاضافه الى الدعم السياسي الذي قدمه. مجلس الامن يفشل في اصدار قرار يوقف يدعو الى هدنه يدعو الى هدنه هذا الامر. لذلك صراع القطبيه في العالم بدا ينتقل الى منطقه الشرق الاوسط، تحاول الولايات المتحده والغرب الاوروبي السيطره على المنطقه علما بان التدخل الروسي وراينا المكالمه التي جرت ما بين نتنياهو وبوتين وما بين بوتين والرئيس ابو مازن في محاوله قال للتوسط حتى مع حماس بن جندوف راح وذهب الى قياده حماس في قطر وتحدث معهم للتوسط، هي ليست من الذي يلعب في المنطقة ومن الذي يكون له، لأن روسيا تخشى على مصالحها في سوريا وقواعدها في الطرطوس وفي اللاذقية، هي تريد منفذا على البحر الأبيض المتوسط، الولايات المتحدة تريد فرض وإعادة بسط هيمنتها في ظل الغول القادم سواء من الشرق سواء من روسيا أو من الصين. كل هذه المعطيات بدأت بكيفية تطويع المنطقة وليس تطويع الشعب الفلسطيني. نهار دكتور طارق لقينا الروس موجودين، الصين موجودين، تمام، مع الامريكان مع الاتحاد الاوروبي يعني انت مصر قدرت تجمع ده مع بعض النهارده على ترابيزه واحده. هو طبعا خلينا اقول انه مكانه مصر الاقليميه والدوليه مهمه جدا لانه سرعه التجاوب مع الطرح المصري ده مهم، وبالتالي القوى الدوليه حتى اللي كان ليها تحفظات واللي ليها تحفظات على اداره الازمه بتتحدث معك. هذا معناه احنا لا نعمل على جزئيات يا استاذ احمد، احنا بنعمل على كليات او مواقف كليه. بمعنى هتقول لي يعني طب موضوع الافراج عن الاسره فتح المعبر دي تفاصيل هتتم، انما احنا بنتكلم على القضيه الفلسطينيه كاطار او استراكشر اوسع بالظبط كده حضرتك هتشتغل عليه. هذا هو الاهم الان، ان احنا بنتكلم على فكره حل الدولتين واعاده تقديم القضيه الفلسطينيه للمشهد الدولي مره اخرى. بحيث ان احنا لا نكرر هذه المواجهات بسرعه، لان في ازمه روسيه وقبلها كورونا اتنست شويه واصبحت حتى بعد التطورات اللي شهدها الاقليم في مرتبه ثانيه وثالثه، يعني لازم نعترف بده. لان القضيه على ذكر يعني القضيه الفلسطينيه تدنى دورها والاهتمام بها لاعتبارات كثيره اقليميه ودوليه وما الى ذلك. توارت القاهره بقى بما لها من مكانه هي بتنظر لهذا، لانه انا هقول لحضرتك للامانه في جزء مش تصفيه القضيه الفلسطينيه بمعنى تصفيتها، لكن محاوله لحسم الصراع. خليني اقول نقطه مهمه يا استاذ احمد ودي مهمه قوي. 40 سنه بندير الصراع العربي الاسرائيلي، 40 سنه بندير الصراع. هتقول لي يعني ايه بندير؟ يعني حضرتك تطرح مبادره، انا اطرح مبادره، رؤيه كلينتون، رؤيه بوش، اوباما يتدخل، تحصل مواجهات، دي اداره. مع حكومة إسرائيل التي شكلت مع الحكومة الأخيرة بمكون ائتلافها دخلنا مرحلة اسمها حسم الصراع. يعني إيه حسم الصراع؟ يعني سيادتك عايز تحسم الصراع وبالتالي تقفل الملفات الرئيسة فيه اللي هي مستوطنات القدس وطبعا الفلسطينيين في تواجدهم في مناطق الكيان الفلسطيني سواء في السلطة أو في الضفة أو في غزة. الحسم يعني إيه؟ يعني خلاص اقفل القضية الفلسطينية. أنت أمام جيل من الإسرائيليين اللي هم جم هم أصلا لا يتعاملوا كوزراء، دول مجموعة مستوطنين، ومجموعة مستوطنين يعني حديثي العهد بالسياسة. هتقول لي ازاي؟ كل الشخصيات اللي شايفها حضرتك المتطرفة دي كانوا لا يمكن أن يعملوا بالسياسة لو إسرائيل دولة ديمقراطية تعددية ليبرالية، لأنه دول أصلا كانت بتلاحقهم الأجهزة الأمنية. كلهم خريجين من تيار مائير كهانة وكهانة حي، كلهم أعضاء في هذه التنظيمات الإرهابية اللي إسرائيل نفسها كانت حطاهم متطرفين وهم من اختالوا إسحاق رابين وأدوا بإسرائيل إلى 95 ووقفوا طبعا أصله وعملوا كل ده. النهاردة الحكومة الإسرائيلية الجديدة اللي شكلت تم استدعاء العسكريين. أولا العسكريين اللي جم يديروا الأزمة هم عسكريين اشتغلوا قبل كده في حروب غزة، يعني كلهم ليهم خبرة بإدارة الأوضاع في قطاع غزة. جايين عايزين يثبتوا لحضرتك وللجمهور الإسرائيلي إن احنا قادرين إن احنا نصفي القضية الفلسطينية. وزير دفاع جاي بيتكلم على خيارات، بيتكلم على عمليات. هو من امتى العمليات العسكريه يا استاذ احمد؟ قال لك ارجعها 50 سنه. لا حضرتك جاوبني، يعني لما يقول لي سيادتك ان انا هشتغل على ثلاث مراحل، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، الثالثه، طب انتوا لو انتوا قادرين من الاول وبتعملوا شو ما تعملوا، حد بيقلل. يعني دي امور عسكريه. الحاجه الثانيه حاله الارتباك داخل المؤسسه العسكريه. في ارتباك بمعنى ايه؟ انه ناس قاعده تسمع كلام كتير وتحليلات عسكريه كتير. انا هنقل لك اللي في اسرائيل يعني عشان اكون امين. واحد،
هما ما بيتكلموش على عمل بري وعمليه شامله واجتياح، هو بيتكلم مع حضرتك على سيناريوهين. اول سيناريو هو اقامه مناطق معقمه في مناطق شمال القطاع، مناطق معقمه يعني مناطق لا وجود فيها لا مدنيين ولا عسكريين، أرض محروقة. تمام، محروقه تمام، محروقة. ويحرك ويزحزح الفلسطينيين جنوب. الى وسط وجنوب ينقلهم لك. طيب ويعمل ايه بقى حضرتك؟ النهارده قالوا 700,000 رحلوهم، رحلوا ازاي؟ طيب هو لو عنده مؤشرات وارقام يجيبها لنا، ما عندنا اقمار صناعيه وعندنا يعني يكلموا عقلنا يعني يكلموا عقلنا فيتحركوا للوسط ولا تمام. هم نقلوهم يورونا يعني اسرائيل غير صحيح، غير صحيح هذا الكلام، ده كلام غير صحيح وكلام فوضوي. الاعلام الاسرائيلي خلي بال بقى حضرتك، ودي نقطه مهمه منهجيه كاستاذ اكاديمي اقول لها بقى حضرتك. كل ما ننقله في حاجات كتيره قوي من الاعلام الاسرائيلي يا استاذ احمد كلام غير صحيح، لانه الموضوعات العسكريه والاستراتيجيه بيطرحها الرقابه العسكريه، تقول لك سمح بالنشر فيبدا ينشر، يبقى تعرف ان في بعض الحقائق. لكن الميديا الاسرائيليه ميديا موجهه بيسيطر عليها رجال مال واعمال ولوبيهات كتيره، فناخدها بحذر يعني خدها بحذر. هو بقى بيكلم حضرتك على بافر زون. ايه البافر زون دي؟ منطقه عازله تبقى هذه المنطقه قضي الامر، يبقى خلاص ما بيش فيها تواجد. الحديث عن عمليه بريه او تاجيلها لحين اتضاح ملف الرهائن والأسرة وما اذا، ده ضغط نفسي على الجانب، جانب حركه حماس. حماس عملت شيء جيد، لكن مش عايزين نهول منه ان هم افرجوا عن الراهنتين. هل دي رساله؟ ارساله للامريكان بطبيعه الحال، اذا عدتم عدنا هيبقى في مفاوضات. طبعا في بعض الدول دخلت على الخط والامين العام للامم المتحده، في جزء من ده حاصل، بس انا برضو عايز ارجع للنقطه الرئيسيه. بس قالوا معلش وهترجع للنقطه، النهارده قالوا ان مش هنتكلم في موضوع الرهائن الا بعد الاجتياح البري ما يخلص. حماس قالوا كده تمام. هو بيكلمك في ايه؟ طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو ليه ابو عبيده هو اللي غرد اول واحد في وهو اللي اعلن الصفقه؟ ليه؟ لانه عايز يقول لك انا عندي مستوى عسكري زي ما هو عنده مستوى عسكري. لا توجد سياسه الان في المستوى السياسي لا في حماس ولا في اسرائيل عسكري الاثنين. ده ابو عبيده، ابو عبيده راجل عسكري، ماله هو بالسياسه؟ طالع يقول لك انا عملت الامر الثاني بقى. هو بيفاوضك على كام؟ النهارده الامريكان عندهم وفق للإحصاءات بتاعتهم مجموعة موجودة في إيد جهاد وناس موجودين في حماس. في ناس روس وفي ناس صينيين وفي ناس جنسيات متعددة تمام. أنا عايز أسأل بقى حضرتك سؤال، هو الروس هيخشوا يفاوضوا مع حماس؟ مع حماس قالت إن إحنا هندي للروس، كل دولة هتدول على الرعاية بتاعتها. النهارده أستاذ أحمد يجي يطلب من طارق يقول لي الرعاية بتوعك حدهم له. الملف الرئيسي هو إيه؟ مش مبادلة الرهائن والأسرى، ده إحنا قعدنا مصر الدولة العظيمة الكبيرة 6 سنين تفاوض في موضوع جلعاد شاليت لغاية ما جبناه. ليه؟ لأنه هي مصر، هي مصر. يعني نفسنا طويل. نفسنا طويل مع الجميع، فلسطينيين وإسرائيليين وكل حاجة. بدأ ب 1100 تقريبا اللي هي صفقة صفقة الأحرار في 2011. النهارده في 2011 هو كان بيكلمك على مراحل. خلي بال حضرتك احنا علينا عبء كبير جدا في تولي كل إدارة هذه الملفات. مصر الدولة الكبيرة، مؤسسات وأجهزة وقيادة وشعب، عندنا ملفات كتيرة قوي. احنا واقفين جانب الجانب الفلسطيني وهنفضل داعمين للأشقاء الفلسطينيين إلى أن تقوم دولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. نقف هنا نطلع فاصل بعد كده ارجع للدكتور جهاد كمان عشان ما هو مستقبل القضية بعد هذا الفاصل، وكمان الفصائل الفلسطينية والأسرى اللي موجودين، هل قريبا هل هيشتغلوا عليهم، هل هيستفيدوا بيهم في تبادل الأسرى اللي هم 6000 اللي موجودين في السجون الإسرائيلية ولا بعد الفاصل. دكتور جهاد، هل حماس الجهاد ممكن يستفيدوا من الأسرى؟ بنتكلم على 200 250 او 300 الحد الاقصى، والافراج عن 6000 اسير او فلسطيني موجودين في سجون اسرائيل، هل وارد ولا لانه من شويه لسه في اخبار جايه انه هيفرجوا عن اسيرتين جديدتين واسرائيل رفضت الافراج عنهم؟ يعني بعد ان فعلت اسرائيل او وزاره الحرب الاسرائيليه بروتوكول هانيبال الذي يدعو لقتل الاسير والاسر بهذا السياق، اعتقد بان اسرائيل لو ذهبت بهذا الاتجاه اولا حكومه ستفقد مكانتها وستتفكك، شعبيا ستسقط هذه الحكومه لانها تدرك جيدا بان حاله الانكسار التي وصلت اليها بالاضافه الى حاله المساومه، هذا الامر الذي اعتقد بان نتنياهو لن يقبل به حاليا. هذا من جانب. من جانب آخر ما يتعلق بقضية العمليات العسكرية، هي مستمرة ولن تتوقف، ولذلك هي ستطول فترة، لأن نتنياهو كما تفضل دكتور طارق يريد تحقيق نصر زائف أو
القوائم على جثث الأطفال والنساء والشيوخ الذين هم أكثر من 70% من عدد الشهداء والمصابين. لذلك كل ما يجرى وكل ما يدور في هذا السياق هو يتعامل وفق رؤية محددة، رؤية إسرائيلية تستند إلى حالة الانتقام، الرؤية الفلسطينية تستند إلى حالة الثبات والصمود، ومحاولة تحرك مجتمع دولي بالإضافة إلى التحرك الذي تقود جمهورية مصر العربية. وهناك تأكيد حتى بعجالة الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ولن يتنازل عنها، متمسكين بحل الدولتين لأن لا مجال آخر أمام أي حلول أخرى، ولكن هذا لن ينتقص من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. وهتفضل تناضل، أنت بتناضل بقالك 75 سنة، هتفضل مستمر لحد ما عندك دولتك. هي عملية مستمرة لن تنتهي إلا بإنهاء هذا الاحتلال، ولن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة دون إنهاء هذا الاحتلال. دكتور طارق، تعقيب سريع تفضل. هو طبعا بالفعل زي ما قال أخي الدكتور جهاد، لن يهدأ الإقليم ولن يستقر الإقليم بدون حل القضية الفلسطينية. عايز أقول بس نقطة مهمة، واللي شاغل إسرائيل هو إنها تبقى في الإقليم لمائة سنة، هي ما كملتش 100 سنة. النهاردة شاغل الكبير عند إسرائيل إن إحنا هل لنا مستقبل في الإقليم؟ في عقلاء في إسرائيل بالمناسبة، يعني في تيار عاقل في إسرائيل لكنه ضعيف للغاية. ضعيف، حد عاقل؟ ضعيف للغاية، ضعيف للغاية، وهذا الضعيف للغاية بيحاول ينقل صورة إنه ربما نتحدث عن إمكانية القبول في الإقليم. ده التيار اللي بيدفع لعمليات التطبيع، بيؤيد إنه فكرة تغيير المقاربة، لكن خلينا أقول لن تكون هناك مقاربة، لا سلام اقتصادي ولا مشروعات قضبان، ولا مشروعات قضبان سلام اقتصادي، ولا مشروعات للممر وغير الممر اللي الأمريكان طرحوها قبل أن تبدأ العمليات بعدة أسابيع بدون حل القضية الفلسطينية. الأمن هو السلام، الأمن اللي هو حل دولة فلسطينية مستقلة، دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وبالمناسبة القرار 181 الصادر لسنة 47 والقاضي بإعلان دولتين على الأرض، الدولة اليهودية أنشئت، الدولة العربية هي التي مفترض تنشأ. هتقولي طب تتزرع إسرائيل؟ لا يمكن إسرائيل أن تتزرع في المحافل الدولية والقانونية بهذا القرار، لأن القرار ده هو اللي أنشأ إسرائيل نفسها. وإحنا قلنا الرئيس أبو مازن أكثر من مرة لأنه عليك أن تبدأ هذه الخطوة، علينا أن نتحرك في المجموعة العربية، الدائرة العربية تتحرك تحت صيغة متحدون من أجل السلام. ممكن في صيغة إذا تعرض السلام على الأدوية كاملة النهاردة الرئيس محمود عباس، فتبدأ تتحرك على مسارات الجمعية العامة مش على مسارات مجلس الأمن. إذا صدر قرار من الجمعية العامة الأمم المتحدة بالأغلبية هيبقى ليها صفة الإلزام، شأنه شأن قرار صادر من مجلس الأمن. يعني في فرص ذهبية، في قدرة كبيرة، نقدر نحط الأراضي، نقدر نحط الأراضي العربية المحتلة تحت الائتمان الدولي، ودي صيغة من الصيغ المعدلة للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية. بالإضافة عضوية إسرائيل هي عضوية منقوصة في الأمم المتحدة، لأن كان هناك تعهدا قدمته إسرائيل بمنح دولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مقابل الاعتراف بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تقم بهذا. ولذلك ننتقل من هذه النقطة لنسير في المسار القانوني. شرفتينا دكتور يعني، شكرين دكتور طارق. شكرا لحضرتك استاذ احمد، شكرا لحضرتك هند، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نشوفكم بكره ان شاء الله، تصبحوا على الف خير.